الزمالك يخسر النقطة رقم 13 من 13 مباراة فقط في الدوري، تعادل سلبي مع الاتحاد، يعني 40% من نقاط الزمالك هذا الموسم بيخسرهم في 13 مباراة، رقم كبير لحامل اللقب. الزمالك والاتحاد مباراة استحقت التعادل السلبي، ما قدمش الزمالك اللي يشفع له للفوز، والاتحاد كان منظم في الدفاع. نتائج الزمالك تحط كتير من علامات الاستفهام على اللي بيقدمه فيريرا في الرسم التكتيكي، وايضا على اللاعبين اللي ما بيقدموش ما قدموه من مستوى كبير في الموسم الماضي. الزمالك لسه ما بعدش طبعا عن المنافسه والحفاظ على اللقب، بس الاداء ده اكيد ما يشفعش. فيريرا هيبقى عنده شغل كتير يعمله الايام اللي جايه، علشان اللي جاي صعب جدا، اللي جاي بيراميدز والاهلي. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم في الدوري المصري الممتاز كان في عدد كبير من المباريات المهمه في الجوله 13 من مسابقه الدوري. سموحه اخيرا بيفوز مره اخرى على طلائع الجيش 2-1، والداخليه والبنك الاهلي مباراه مثيره جدا، تعادل فيها البنك الاهلي 3-3 في اللحظات الاخيره، والاتحاد والزمالك تعادل سلبي دون اهداف، ومباراه كبيره ايضا جمعت فيوتشر وبيراميدز انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. في السوبر الاسباني ريال مدريد وفالنسيا انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1، وفاز ريال مدريد في النهايه بضربات الترجيح. دي مباريات اليوم. قبل ما اخش على مباراه الاتحاد السكندري والزمالك واتكلم عنها تفصيلا، عايز اتكلم على مباراه سموحه وطلائع الجيش. سموحة النهاردة بيفوز بهدفين مقابل هدف واحد. الحدث الأول إن هدفين سموحة اللي سجلهم حسام حسن اللاعب المعار من الأهلي إلى سموحة خلال هذه الفترة. حسام حسن اللي ما قدمش أداء كبير مع النادي الأهلي، ربما لسوء الحظ، ربما لعدم مشاركات كثيرة، لأي شيء، بس هو بيلاقي نفسه مع سموحة. أول مباراة ينزل فيها الملعب مع سموحة بيسجل هدفين يقدر بيهم سموحة يفوز اليوم على طلائع الجيش. وطلائع الجيش النتائج بدأت تبقى سلبية شوية، وأكيد الكابتن محمد يوسف عارف الكلام ده وهيقدر يعدل من أموره الفترة اللي جاية. الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة، أو قبل ما أقول الفكرة خلينا ناخد أحسن كابتننا الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة. يا كابتن طارق مشرف ومنور كالعادة. شكرا يا كريم، تحياتي ليك ولاسره البنات. بهنيك على الفوز النهارده. سموحه بيقدم مباريات كبيره، احيانا كثيره بيبقى سوء التوفيق بس هو اللي بيبقى امامكم، بس النهارده كان فوز مهم جدا لسموحه. بالشك، عنق زجاجه، والحمد لله ربنا كرمنا. مبروك لمجلس الاداره ومبروك للاعبين. والماتش صراحه كان عنق زجاجه، زي ما قلت لك مرينا بيه بظروف صعبه جدا قبليه. الولاد صراحة أنا بحييهم، إن رجالة تحملوا معايا في الفترة اللي فاتت الضغوط، والحمد لله ربنا كرمنا النهاردة بفوز، أعتقد فوز مستحق. الفرقة كويسة جدا يا كريم، قدم الأهلي بشكل كويس، وفيوتشر والمحلة، في باد لك، ما فيش شكل باد لك، ودي طبعا يعني ضريبة إن لما بتكون فرقة جديدة. محتاجين بعض الصبر والدعم والكلمة الحلوة للولاد. اعتقد ان الولاد هيأدوا بشكل معانا فرقه جيده جدا جدا جدا، مع بعض التدعيم برؤيه الفنيه فقط لا غير. على الفرقه اللي هتقف على حلو. صحيح. هتقف على حلو بشكل كويس جدا جدا. صحيح. طيب كابتن طارق اتفضل. كل اللي انا بطلبه يعني اطار احترامي بين كل المنظومه، مجلس الاداره، المدير الفني واللاعبين، ان ديت مفترض منظومه محترمه. كلنا بنأدي فيها، كل واحد دور، كل واحد يشتغل في مجال فقط لا غير. المباراة مفيش مدير فني محترم هيقبل انك تفرض عليه اللاعبين، لازم يبقى في رؤيه فنيه، لان في الاخر هو اللي بيتحاسب، مفيش حد تاني. اللي كان مفروض عليك يا كابتن طارق؟ لا انا بتكلم عامه، المفترض ان اي مدير فني بيحدد متطلباته
وعلى مجلس الاداره ان ينفذها زي كل المدربين اللي في العالم. صحيح. النهارده كولر مش طالب من مجلس اداره النادي الاهلي يوفر له كذا وكذا وكذا وكذا. يرجع للمدير الفني الاول. المدير الفني الاول فقط لا غير. صح. هو ده اللي كان مضايقك. عشان حضرتك تحدثت المباراه الماضيه عن اجواء مش في هذه الظروف. انا الحمد لله رب العالمين متماسك جدا جدا مع فرقتي ومركز جدا جدا مع فرقتي. مفيش مشكله. وبعدين لو مشكله في طريق العاشر يا جماعه انتوا شايفين انا ما بقدش دوري. انا مش زعلان. انا مش زعلان لما تيجي تقولوا لي متشكرين مع سلام. انا مش زعلان. انا الحمد لله رب العالمين كل ما في النادي سموحه يعرف قد ايه المجهود اللي انا ببذله. طبعا. لصالح نادي سموحه. انا بحب النجاح. ممكن يكون النجاح متاخر. لكن بس يبقى في ثقه. في ثقه في المدير الفني، في ثقه في الولاد، وفي دعم. مش دي حلقه. صحيح. حلقه متكونه من مجلس اداره ولاعبين وجهاز فني واذا كان في جماهير. كله بيكمل بعضه وكله بيشتغل في مكانه. صحيح. وفي الاخر بنقيم التجربه اذا كانت تجربه ناجحه او تجربه ما فيش. صحيح. ومع ذلك انا بقول يا جماعه لو انا طار العشرة هو السبب ان هو انت شايفينه ما بيعملش دوره. انا ما عنديش مشكله. مشوني. ما عنديش اي مشكله. هل شايفين ان انا قادر بعمل شيء مشروع احنا ابتديناه مع بعض وهنكمله مع بعض. دعمونا. دعمونا حتى بالكلمه الطيبه بالمسانده. ومع ذلك خلي بالك انا بشكر طبعا الدكتور عمر الغنيمي جدا جدا. هو مجلس هو طبعا احمد عجلان على رامي على مهنور على اشرف. صراحه يعني في دعم كبير جدا منهم صراحه جدا جدا جدا. فالفرقه محتاجه اللمه لصالح نادي سموحه. بصراحه انا بطمنهم. الدنيا مش سوداويه قوي. النهارده انت كسبت 13 بونت يا كريم. انا ماسك الجيش وهم 5 بونت. صح. 5 بونت وفي الاخر الناس عشان واثقه في الجيش في الطرق العاشر كانوا بيدعموني في بيدعموني. هو دول مجلس الاداره في النجاحات ولا في الاخفاقات؟ لا الاخفاقات. الاخفاقات دعم. الدنيا بتبقى وحشه. الدعم هنا بيبان. صح. عشان نرجع نقف على وطول عمر كرة القدم لا تستحمل حول حلوها ومرة. الهزيمة قبل الفوز والهزيمة هي اللي هجيب لك الفوز. لكن شوية ثقة وشوية دعم في الولاد. الولاد دول هيبقوا في حتة تانية. النهارده انت كسبت 13 بط قريب جدا بينك. بص الفرق بين اللي فوقك قد ايه. ماتشين عدوس الجيب. صحيح. والولاد صراحة ماشيين بخطة ثابتة تعبانين معايا وانا تعبان معاهم. صحيح. وإذا خلي بالك اللي مصبرني ان في مشروع بيتولد في نادي سموحة. لعيبه جيده جدا 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 جدا. لعيبه اتنقل بشكل كويس. لعيبه صغار السن. لعيبه فتحنا مجال لقطاع الناشئين وما كانش مفتوح خالص في النادي سموحه. النهارده بتشوف مكرونه معايا 10 بيتمرنوا من فريق الامل. 10 هم مستقبل نادي سموحه. بس محتاجين اتموسفير كويس تقدر تزق بعض وراح زي ما زقيت سعيد مكرونه. انت محتاج تديهم دعم بشكل دي المرايه دي المشروع. طيب كابتن طارق هيوفر على نادي سموحه هيوفر عليه ملايين. مش نادي اسمها هيفضل يعتمد على الاعراب. لازم يبقى فيه استراتيجيه واضحه وبلان واضح. اعراب هيحصل زي ما التسعه مشوا السنه دي حصل الهزه دي. طيب هذا الاعراب في حدود محدوده زي النهارده ما جبنا حسام اضاف للفرقه بشكل كويس جدا. واخد بالك؟ هو ده اللي انا بطلبه. زياد طارق يا كابتن طارق مش هيفيد الفرقه؟ يا كابتن والله يا كريم. بص الدنيا اللي مصارة على زياد ديت اتصارت ضجه اعلاميه حواليه بشكل كبير جدا لمجرد تهجيج الاجواء. الولد انا قلت له بص انا لما جيت طلبت عشان اكون امين ما طلبت زياد مش عشان هو وحش. عشان عندي في مكانه. انا مش بتعامل بالكم انا بتعامل بالكيف. انا لما جاته في يناير مش هطلب الاماكن اللي ناقصه عندي ولا اطلب اللي في الاماكن اللي موجود عندي. صح. انا قلت له انا يا ابني مش عشان انت بتبقى فاهم. انا عندي في مكانك. ومع ذلك لو انت اثبتت نفسك انت مالكش ذنب. لو انت اثبتت نفسك وبقيت كويس احسن من اللي عندي انت هتلعب. هو الولد مالوش ذنب. بس لحد دلوقتي انا ما شفتوش. انا الماتشات مش عطياني فرصه عشان اشوفه عشان اقيمه. مش لازم انا كمدير فني احط ايده فيه. صح. اقول يصلح ولا ما يصلحش يلعب او ما يلعبش. هو مين اللي بيلعب؟ مش المدير الفني. مظبوط. حسب الخطه الموضوعه وهل هينفذ ولا لا. مش ده لسه جاي ما بقالوش اسبوع. وانت اللي هتتحاسب. لكن وانا حسام ما في حسام يعني معروف اصلا في نادي سموحه هو مين حسام. والنهارده الولد بيلاقي نفسه مع نادي سموحه. وكابتن بمعنى الكلمه كابتن لم الفرقه بشكل كويس جدا لامم وجاي عنده دوافع كبيره جدا. هو قلت لك ناقصاني. وانا لو معايا اجري كمان
كان هيبقى عندي خط هبوط قوي مع صديق مع كواتينج مع مكرونه مع ابو بكر مع نادي مع حسين. مجموعه كويسه جدا جدا جدا. شريف طيب. على حليم وعلى احمد مصطفى على دودو. دودو ده 19 سنه. دودو ده 19 سنه. صحيح. شوف شبانه النهارده عامل ازاي معانا. طب كابتن طارق شوف النهارده احد المكاسب المؤمن النهارده عامل ازاي. كابتن طارق هل طبعا هل في تعويض لخالد عبد الفتاح خلال ما تبقى من انتقالات؟ انا بعاني. انا بعاني يعني. خالد اتحرك في توقيت مش جيد يعني. خالد انا مفترض انا عندي ثلاثه فقط لغايه في المكان ده. شريف كان خالد وشريف وعلى رايته وعلى لف وثالثهم احمد جمال. لما اتحرك خالد ما جبناش البديل. هل حضرتك كنت رافض رحيل خالد عبد الفتاح؟ كنت رافض طبعا. انا عاوز اقوي فرقتي. انا كنت عاوز اقوي فرقتي. انا اقوي فرقتي يعني. انا مفترض عندي انا بعاني من النقص. المفترض ان انا اقوي ولا انقص؟ لا تقوي تدعم اكتر كده. يبقى عندي قوام ثابت. خلي بالك انا اهتزيت في الماتش اللي فات اللي خسرته من فاركو بسبب ان الهزه دي. لان انا وصلت في ثلاث ماتشات ما دخلتش فيها جول اقول واحد في الفيوتشر. نظرا لان الاربعه حافظوا بعض شريف وكان معاهم حكم وشبانه وخالد عبد الفتاح اولاد مؤمن. انا ما بصدق ان انا اوصل للانسجام. صحيح. وانا بطلب حاجه صعبه. انا بطلب الدعم المعنوي والدعم للاعبين. طيب. كابتن طارق الفوز النهارده يهدئ الاوضاع شويه ينقي الاجواء شويه ولا انت حاسس انه هتفضل تحت الضغط؟ انا بطالب مجلس اداره اتفاق على الفريق. على مع الفريق ودعمه. يا جماعه لو المشكله انا بقولها هو علنا. لو المشكله في طارق العشري لو انا طارق العشري انا اللي مسبب المشكله. انا ما عنديش مشكله ان انا امشي. مش طارق العشري بعد 40 سنه هو مش يعني انا مش جايب اسمي. الحمد لله طارق العشري معروف باسمه وتاريخه بادبياته وفنياته. لكن نوع من الاحترام. نوع من الاحترام. انا بحترم الصغير والكبير. ما بطلعش اتكلم ولا بهين حد ولا بتكلم على حد لاني بحترم نفسي. انا تربيت على كده. صحيح. وبشوف شغلي فقط لا غير. صحيح. نوع من الاحترام فقط لا غير يا جماعة. صحيح. طيب كابتن طارق يبدو كده ان المستوى اللي قدمه حسام حسن النهارده هي دي قاعده معنويه قبل ما تبقى قاعده فنيه بينك وبين حسام حسن. طبعا. انت قلت ايه لحسام حسن؟ والله اسال الولاد. لا انا عارف. انا من الناحيه المعنويه دي كتيره جدا جدا جدا. لما جيت انا الحمد لله هيئته بشكل كويس جدا. والولد عنده قابل ليا. الولد عنده تحدي كبير. لا حضرتك كابتن طارق قلت له ايه وهو كان شعوره ايه او احساسه ايه لما جه من النادي ده؟ هو ساعدني كتير جدا جدا. تلقائيا جاي عنده التحدي ده. اللي شافه طبعا في النادي الاهلي فرصه ما لهاش. هو شايف ان هنا فرصه متاحه. كابتن الفريق خلي بالك حسام كابتن الفريق. يعني متحمل مسؤوليه معايا. وانا طبعا بحب هذه النوعيه ان اللعيب يبقى عنده اللعيب مدرب داخل الفريق. مهم جدا جدا. بمجرد ان هو دخل ما خدش معايا وقت. النهارده هو في الماتش كابتن الماتش. وخلي بالك الماتشات اللي فاتت دي كلها احنا وصلنا بقدر كبير جدا جدا. لكن كان ينقص منها هنحط الجول. فلقينا ضلتنا في حسام. اتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه. وانا بتمنى انا متاكد ان هو كمان هيفوق الناس اللي جنبيه. صحيح. كابتن الكبير كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق سموحه بعد الفوز اليوم على طلائع الجيش. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. ده الراي اللي انا كنت لسه هقوله. يا جماعه قبل ما اروح لمباراه الاتحاد والزمالك يا جماعه شويه استقرار في الاجهزه الفنيه. انا بكلم الادارات وانا قلت الكلام ده امبارح وهكرره النهارده بمناسبه كمان اقاله النهارده الكابتن حلمي طولان من تدريب البنك الاهلي. يا جماعه شويه استقرار في الاجهزه الفنيه. مفيش مدرب في العالم يقدر يشتغل وينجح لو حاسس انه فوقيه اداره بتعدله الماتشات اللي بيخسرها وبيتعادل فيها. ادوا فرصه شويه. اي حد انا اسف يعني اقول ايه ده. انت لو جبت حد يشتغل في سوبر ماركت واقف على ثلاجه اللانشون والبسطرمه محتاج وقت عقبال بس ما ياخد على التقطيع والشكل عامل ازاي. انا جبت شغلانه بسيطه. هي مش بسيطه طبعا اللي بيشتغلوها كلهم ناس بتشقى بس شغلانه بعيد عن الكوره عشان تفهم انه ده في اي حاجه في اي شغل في اي مجال. ادي الناس فرصه تتعلم مش تتعلم تحط فكرها تشتغل. انا مش فاهم يعني ايه اصلا حد يجي يقول لمدرب لو انت خسرت الماتش ده هتمشي. لو خد بالك مؤكد لو سموحه كان خسر مباراه اليوم كان الكابتن طارق العشري وجهازه الفني مش مؤكد في كده. في اداره تبقى قاعده مع مدير فني تاني تتفق معاه وفي مدير فني شغال في كده.
انا مش بتكلم بس على سموحه بالمناسبه، يعني انا بتكلم على معظم الانديه في مصر مفيش ابدا ده. وبعدين ما انت اكيد مش في نيتك كاداره يعني انك تفشل، اكيد العقل بيقول كده، بس ما هو اللي انت بتعمله ده بيفشلك بيفشلك. طيب نروح لمباراه الاتحاد السكندري والزمالك. النهارده المباراه الزمالك بشكل واضح ما قدمش اللي يشفع له بالثلاث نقاط، والاتحاد السكندري قدر. الاتحاد السكندري قدر النهارده انه يفرض التعادل على الزمالك بأداء دفاعي ذكي من المدرب زوران مينالوفيتش. أداء دفاعي ذكي، أنا بقول أداء دفاعي ذكي إيه؟ اللي هو مش رصة لعيبة ورا، لأ، ما كانش دفاع له بلوك من ورا خالص، لأ، كان بيضغط على الزمالك في نص الملعب، كان بيقفل أجنحة بتاعة الزمالك، حتى في الربع ساعة الأخيرة كان في ردة فعل هجومية للاتحاد السكندري وكان ممكن يخطف الثلاث نقاط. بس في المجمل التعادل نتيجة مستحقة للفريقين. الزمالك إيه الحكاية؟ الزمالك حتى الآن خسران 13 نقطة، خمس تعادلات وهزيمة في 13 مباراة، نقترب من 50% من النقاط الزمالك خسرهم. وتقعد تسأل هو ليه وإيه السبب؟ انت ناهي الموسم بشكل رائع جدا الموسم الماضي، وعامل تدعيمات كمان على الفريق اللي ناهيت بيه الموسم الماضي بشكل رائع. الشكل التكتيكي لفريرا اللي فيه تغييرات كتيره، شويه 3 4 3 شويه 3 5 2 شويه 4 3 3، يبدو انه عامل خلل في الفريق. وفي الناحيه الثانيه كثير من اللاعبين تحس انه مفيش روح وحماس. النهارده الزمالك متعادل، اخر 10 دقايق ربع ساعه بقول لك الاتحاد هو اللي بيحاول يسجل والزمالك وكأنه مستسلم، عادي خلاص تمام تعادلنا. دي مش شخصية فريق يحافظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي. الزمالك كان غريب النهاردة جدا، وتحفظات كثيرة على أداء معظم اللاعبين معظم اللاعبين. الزمالك بقى مستني النجدة من زيزو، لو ما جاتش النجدة من زيزو مفيش نجدة، خلاص المباراة خلصت. طيب اول امبارح كان في حكم من الكاس المحكمة الرياضية برفض طعن النادي الاهلي بعدم اختصاص الكاس بنظر قضية عبد الله السعيد مع النادي الاهلي. انتوا عارفين انه كان في حكم الاهلي واخده من مركز التسوية والتحكيم بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار. القصة اللي حضراتكم كلكم عارفينها، ولكن الآن الكاس أو المحكمة الرياضية تنظر في هذه القضية. معايا عبر الهاتف الآن لتوضيحات أكثر الأستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيد. يا فندم مساء الخير، مشرف ومنور. مساء النور كابتن كريم، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ممكن نفهم أكثر إيه الوضع الآن، الوضع بالنسبة لهذه القضية، إحنا واقفين فين دلوقتي؟ هو اللي حصل مؤخرا هو ان المحكمه السويسريه الفيدراليه، ودي اعلى جهه قضائيه في سويسرا، اصدرت حكم برفض الاستئناف اللي النادي الاهلي كان رفعه ضد حكم التمهيدي بتاع محكمه الكاس المحكمه الدوليه باختصاصها بنظر دعوى عبد الله ضد التحكيم الرياضي المصري. وبالتالي معنى كده ان المحكمه السويسريه الفيدراليه اقرت بان الحكم القرار اللي كان طالع من مركز تسويه التحكيم المصري نهائي، وبما ما كانش المفروض يتم الحجز على امال عبد الله او يتم تقديم صيغه تنفيذيه على حجز على امال عبد الله في البنوك. دي نقطه. النقطه الثانيه ان المحكمه السويسريه قضت ان الاهلي يدفع تعويض لعبد الله عن اتعاب المحاماه وعن المصاريف اللي تكبدها في الاستئناف ده حاليا، ووقع دعوه للكاس لنظر الدعوه واصدار حكم ان شاء الله متوقع ان هو يصدر خلال الشهرين الجايين. متوقع على المستوى الدولي.
على المستوى المحلي بالنسبه للحجز اللي حصل على أمال عبد الله، فاحنا رافعين دعاوى لرفع الحجز البطلان امر التجديد امام المحكمه المصريه، وهي متداوله حاليا، ومن المتوقع برضو انها ان شاء الله يصدر فيها احكام نهائيه في خلال الشهرين الجاي. عظيم. طيب متوقع ايه بقى من الكاس المحكمه الرياضيه الدوليه؟ هل ستبطل الحكم؟ هل ستؤيد حكم النادي الاهلي؟ تتوقع ليه؟ احنا مقدمين قدام الكاس طلبات موضوعيه، بان احنا يعني طلباتنا الموضوعيه طبعا هي بطلان حكم مركز قرار مركز تسجيل التحكيم الرياضي اللي قضى $2 وبتعويض دين برضه تعويض الله عن الاضرار الماديه والادبيه اللي لحقت بيه نتيجه طبعا اللي حصل في السنتين اللي فاتوا دول. بعد طبعا ما حصل الحجز كمان في الصيف اللي فات، المفروض ان التعويض ده يتم مراجعته لان في اضرار ماديه لحقت باللاعب نتيجه الحجز على امال. رقم محدد في القضيه في طلباتكم؟ رقم محدد؟ يعني هو رقم محدد بس طبعا متغير، لان زي ما بقول لحضرتك في امور جدت في الفتره اللي فاتت بعد الحجز على امواله. وده بقى ده طلبات قدام المحكمه طبعا ما اقدرش نتكلم عنها لان دي امور طبعا متداوله امام القضاء. مفهوم. الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله سعيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري بعد المباراه قال ان احنا في الشوط الاول بيتكلم على الاتحاد نجحنا في السيطره على الكره وحاولنا خلق الفرص، ولكن لم تكن لنا فرص حقيقيه، وفي اخر 5 أو 10 دقائق من الشوط الثاني كنا الافضل. تعالى واحنا كمان بقول لكم التصريحات، هنعرض لكم ملخص لهذه المواجهه، مواجهه الزمالك والاتحاد. قال كمان انه التعادل عادل جدا امام فرق كبيره مثل الزمالك، واداء جيد ايضا من الاتحاد. خد مباراة كل 3 أيام تقريبا يجعل من الصعب علينا تثبيت التشكيل، بالإضافة إلى غياب عنصرين هامين مثل مهدي سليمان ومحمود علاء، ولكن الثنائي صبحي سليمان وعبد الله نصيب قدموا أداء جيد وحققنا نقطة هامة جدا هتمنحنا ثقة أكبر خلال الفترة اللي جاية، والمرة القادمة النتيجة هتكون أفضل مثلما كنا قريبين من التسجيل في آخر 10 دقائق. وقال إن احنا نقدر ننهي الدور الأول في أول 5 مراكز بتقديم أفضل أداء بجانب التدعيمات من مجلس الإدارة اللي هنستكمل بيها المشوار في الدور الثاني. دي كانت تصريحاته. وفريرة من جانب آخر ما حضرش المؤتمر الصحفي. دي مباراة الزمالك والاتحاد، وهنتكلم كمان تفصيلا عليها بعد قليل مع محمود شاكر. بس مباراة فيوتشر وبيراميدز مليانة لقطات مثيرة، مش بس التعادل، يعني نتيجة التعادل فيوتشر في المركز الثاني حافظ على المركز الثاني، بيراميدز في المركز الرابع، بس المباراة فيها شوية حاجات هقولها لكم. الأول اللي سجل هدف الافتتاح لفيوتشر محمد رضا بوبو من ركلة جزاء في الدقيقة 27، وكان قبلها ضربة جزاء ضائعة لمروان محسن، وبعد كده في الدقيقة 81 إبراهيم عادل سجل هدف بيراميدز، هدف من خطأ فادح ليه جنش. هاتوا لنا يا جماعه اللقطات وتعالوا نشوف مع بعض الاهداف واللي حصل في هذه المواجهه. ده هدف محمد رضا بوبو، زي ما قلت لكم كان في ضربه جزاء قبلها لمروان محسن ضائعه. بعد كده قدر بيراميدز زي ما انتم شايفين ابراهيم عادل كان بيحاول يعمل عرضيه بوش رجله الخارجي وصلت للجون وخدعت جنش، خطا فادح جدا لمحمود جنش. ودايما بشفق على الاجهزه الفنيه واللاعبين، مجهود كبير كان عامله فيوتشر في هذه المواجهه، وخطا ما ينفعش يطلع من حارس دولي. تمام. لقطه كمان كانت مهمه النهارده في هذه المواجهه هي طرد عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بياخد الكارت الاحمر الاول في تاريخه في كره القدم. عبد الله السعيد انذر، وبعد كده رفع محمد معروف حكم المباراه الطرد المباشر بعدها مباشره ليه عبد الله السعيد. اغرب لقطات المباراه، ويا ريت يا جماعه لو جاهزه معانا نعرضها، كانت لقطه في منتهى الغرابه. في منتهى الغرابه كابتن محمد معروف بيطرد عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لسه رجله في الملعب جوه الملعب بيتكلم مع كابتن عبد الله كابتن محمد معروف. راح الكابتن محمد معروف مكمل اللعب،
يعني ايه طرد اللاعب، طلع الكارت الاحمر وقال نستهدف اللاعب بسرعه. هو احنا اللي مش حكام اول ما شفنا اللقطه ديت فتحنا بقنا، ومش اللاعب ده المفروض يخرج بره الملعب خالص اصلا، ما يقعدش يعني ما يبقاش حتى على الدكه. ده هو لسه بصوا اللقطه، بصوا اللقطه، كان محمد معروف رفع الكارت الاصفر اهو، لسه هيروح لعبد الله، وبعد الكارت الاصفر رفع الاحمر. هاتوا لنا يا جماعه لقطه عبد الله السعيد اللي احنا بنتكلم عنها. بعد كده عبد الله السعيد في اعتراض وفي نرفزه وفي عصبيه في الملعب، ان شاء الله اللقطه اهي هتيجي وتبان اللي احنا بنقوله. اصفر فاحمر، بعد الاحمر شوف اللقطه، عبد الله السعيد فضل واقف يعني معترض او متضايق من اللقطه، وبعدها فضل عبد الله السعيد واقف في ارض الملعب. دي اللقطه اهي، لسه بيعترض عبد الله السعيد، راح له محمد معروف تاني اداله الكارت الاحمر وبيستأنف اللعب. هاي اللقطه اهي كامله مع حضراتكم، ما فهمتهاش، مش منطقيه، مش معقوله، خارج اطار المنطق اطلاقا. حاجات ما ينفعش تحصل، واكلمكم بصراحه يعني، وسط انتقادات للجنه التحكيم وكلاتنبرج، وكلاتنبرج هل قدم ولا لسه ما قدمش وبتاع، ده انا لو كلاتنبرج وشفت لقطه زي كده هتشل. ما هو اللقطه دي ما ينفعش تحصل اصلا، ده حكم دولي من اي حكم. بقول لك انا لو واقف اكيد مش هعملها، هستنى اللعيب لما يخرج بره خالص. فاللي هو اكيد هو الراجل مش هيقول للناس قانون كرة القدم بيحصل فيه ايه؟ ألف ب اللي هو ألف ب بتاع القانون، يعني ممكن يبقى فيه تفاصيل معقدة تانية، بس الألف ب لعيب اتطرد بستنى لما يخرج بره الملعب خالص. حاجات لا يصدقها عقل، لا يصدقها عقل. خد بالك لو اللقطة ديت مثلا هو عبد الله سعيد في الملعب وراح بيراميدز خد الكورة وسجل هدف، دي أزمة كبيرة قوي قوي. كان في بقى مطالبات بإعادة المباراة، وكان في مطالبات باحتساب المباراة لفيوتشر، ودخلنا في أزمات، وفين اللايحة وفين القصص، ونودي المحكمة الدولية ونروح لحكايات، عشان مع كامل الاحترام للكابتن محمد معروف، مع كامل الاحترام، خطأ ما ينفعش يطلع من واحد عادي. كنت أقول من حكم مبتدئ، لا حتى الحكم المبتدئ مش تطلع منه، ما ينفعش تطلع أصلا. طيب ناخد رأي الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي على هذه اللقطة ولقطات أخرى. كابتن جهاد مشرف ومنور. بيم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله. لا بداية كده لازم أخد رأيك في اللقطة دي. بص كريم، اللقطة يعني طبعا هي غريبة ومن طرائف وعجائب التحكيم المصري. أيوه. النهاردة بتتكلم على لقطة ما شفتهاش في دوري قبل كده ولا هتشوفها دوري بعد كده. أه والله. دي حقيقة. خد بالك اللقطه دي هتلف العالم كله، لان احنا بنتكلم على لقطه ما حصلتش ومش هتحصل. اللقطه اساسها ايه يا كريم؟ اساسها ايه؟ نرفزه الحكم اللي جايه من خطا في احتساب لبيراميدز تماس. يعني الكره اساسا رامي تماس لبيراميدز، احتسابها خطا لفيوتشر، اعتراض عبد الله السعيد على الحكم المساعد عشان رامي التماس، ونرفزه الحكم اللي حصلت دي خلي بالك ده انذار للاعب بيراميدز، وراح ده انذار للاعب فيوتشر اللي ما يعرفش ان رامي التماس بتاعته. هو بتاع فيوتشر مش عارف انها بتاعته، لان رامي التماس كانت واضحه وصريحه انها لبيراميدز. فالاساس نرفزه الحكم، لما الخطا اللي جاي بعد كده من نرفزه الحكم، رامي التماس اللي لعبها رامي التماس لصالح بيراميدز مش لصالح فيوتشر. هو خطا حصل من كده، البدايه كانت رامي التماس وخطا زي اي خطا، بس بتتكلم على رامي التماس واضحه وصريحه انها البيراميدز. اعتراض عبد الله السعيد كان عشان رامي التماس لصالحه. والغريب بقى في القصه ان انت لما اتنرفزت وخرجت على النص، وده غير مقبول ان حكم يتنرفز، بالذات لما يكون حكم دولي زي محمد معروف. لما تتنرفز هتروح للخطا. فلما اتنرفزت عبد الله سعيد اخطا بالاعتراض، وده الانذار تاني مفيش مشكله، والكارت احمر مفيش مشكله. لكن اللعيب قدامك لازم تستنى الاول، توقف اللعب على ما يخرج من الملعب تماما عشان تستنف اللعب. والله انت اللي اديت الانذار، وانت اللي اديت الطرد، وانت اللي اديت الاشاره باستئناف اللعب، وبالتالي اللي حصل ده كان غير مقبول تماما. والله عندي اثنين مساعدين، اتفضل. عندي حكم رابع لازم يتدخل، لازم يوقفك، لازم يقول للحكم لو سمحت
اقف ما تستانفش على ما الراجل يخرج بره الملعب، ده ما حصلش واللعبه استانفت وبنحمد ربنا ما دخلتش جون بغض النظر بقى لفيوتشر او لبيراميدز، لان كانت هتدخلنا في مشكله طبعاً. لا حصر لها ولا حدث. انت عارف من المشاكل كان هنوصل انت عارف عارفك فيها سنتين قدام. عارف يا كابتن جهاد، والله والله العظيم بقى بكلمك بصراحه ومن قلبي، والله انا مكسوف ان احنا مضطرين نقول نحكي في حاجه زي كده. يعني حضرتك دلوقتي، انت حضرتك دلوقتي مضطر تقول لا كان لازم يخرج اللاعب يعني حضرتك اصلا انت، انا عارف ان انت مش مصدق نفسك وانت بتقول الكلمتين دول. صحيح يعني. موقف صعب جدا يا كريم، واقول لك على حاجه كمان، انا كحكم في الملعب وقدامي الراجل المطرود ما خرجش، وقدامي حارس المرمى واقف معايا في نص الملعب. يعني برضو الشناوي كان معايا، انت بتتكلم على كل الفرقه معاك في نص الملعب وبتستنى المنظر ده غير مقبول. طيب يعني خلي القانون على جنب وخلي البروتوكول على جنب، خلي السنس بتاع الحكم، انت فين؟ طيب لا يا كابتن جهاد، احنا عامل ماتش هايل، احنا حل الحالات دلوقتي مع بعض، عامل ماتش هايل. طيب كابتن جهاد، بس الاول هسالك بعد اذنك، لو الكره دي كانت داخل جول لفيوتشر او بيراميدز كان الوضع هيبقى ايه؟ بص، هو اللاعب اللي زي اللي بنلعب لبيراميدز، فلو دخلت لفيوتشر مش تبقى فيها مشكله قوي، اللي العكس لو حصلت تبقى مشكله كبيره. بس بنتكلم برضو ان هنخش في قصص لا حصر لها ولا عدد، صح، في لوائح وقوانين والماتش يتعادل، ماتش قانوني، اللقطه قانونيه مش قانونيه، هتخش في قصه. احنا على فكره اللقطه ما حصلتش قبل كده ومش هتحصل بعد كده، يعني بتتكلم في حاجه مش يعني ما حدش يتخيل انها ممكن تحصل، وصعب تحصل في المنظر ده تاني سواء في مصر او خارج مصر. طيب بنتكلم على خطا كبير من حكم كبير، ما ينفعش. طيب بنتكلم في دوري كبير زي ماتش، برضو هرجع لك للمشكله برضو في الخطا ده، ان انت بتتكلم على تعيين حكم لماتش ثالث بيراميدز وفيوتشر، ثالث ماتش على التوالي. انت عندك مرايه اسمها مرايه التعيينات، بتشوف السنه اللي فاتت مين اللي لعب بيراميدز وفيوتشر الموسم اللي فات، صح. هتلاقي محمد معروف لعب بيراميدز وفيوتشر، هتلاقي محمد معروف لعب فيوتشر وبيراميدز، وبتكرره انت تاني. طبعا اعتراض بيراميدز قبل الماتش لما تعين محمد معروف، ما ينفعش اغير محمد معروف خلاص اتعين، بس تعيينه اساسا كان خطا من لجنه الحكام، وانت عينه نفس الماتش ثالث ماتش على التوالي نفس الفريقين، وانت كده كمان انت كده كابتن جهاد على الحكم. مشاكل ان الحكم بيعترض، حد بيعترض عليك وبتخش بعد كده تضغط على الحكم، صح، قبل ما تبدا المباراه، صح، مظبوط. طيب كابتن جهاد، نبدا ب او نكمل بقى مع المباراه ديت، حالات المباراه دي، حالات مباراه فيوتشر وبيراميدز، ايه ابرز الحالات من وجهه نظر حضرتك؟ هنبدا بركله الجزاء الاولانيه اللي احتسبها محمد معروف. اي معاك يا كابتن. اللقطه هو موجود في مكان ممتاز، في حركه رجل من مدافع بيراميدز علي جبر، وبالتالي في اعاقه واضحه، واحتسب القرار صحيح وكان قراره صحيح وقريب، وهو اللي احتسب، وحكم الفار طبعا اكد القرار وركله الجزاء صحيحه تم احتسابها. هو عامل، بقول لك قبل اللقطه الاخيره دي كان عامل ماتش هايل هايل. ناخد اللقطه اللي بعدها على طول، دي اللي بعدها على طول جهاد. كابتن جهاد قال عليها سليمه. اللقطه الثانيه يا كابتن جهاد، دي ضربه الجزاء الثانيه، الرجل الممتده بتاع علي، وحركه كمان حركه في حركه من رجله، وبالتالي ركله الجزاء صحيحه. دي برده معروف في مكان ممتاز، شايف بالاثنين لعيبه، اللي لعب الكرة هو لعيب فيوتشر، لاعب بيراميدز اهمل في دخوله على لاعب فيوتشر في اللقطه ديت، وبالتالي الاهمال دوت يعاقب عليه، لان هو المعيار هنا يا كريم مين اللي لعب الكرة، اللي لعب الكرة هو اللي اللاعب الاحمر، صح، لاعب فيوتشر، وبالتالي دخول رقم 4 احمد سامي على رجل لاعب فيوتشر يعاقب عليها، وبالتالي ركله الجزاء صحيحه، احتسابها معروف وتم مراجعتها من الفار، والقرار قرار صحيح. عظيم جدا. هل في حالات ثانيه في المباراه دي؟ لا، هو الباقي الحالات الاخرانيه اللي بنتكلم فيها، هي اللي بوظت الشغل الحلو، عمل ماتش الطقم بالكامل، عمل ماتش كويس جدا، لكن اللقطه الاخرانيه ديت خلتنا نتكلم عليها كتير، صح. وطبعا زي ما انت بتقول احنا محرجين واحنا بنتكلم، بس للاسف بقت واقع وقدامنا الصوره، فبالتالي اللي كان غلط علينا لازم نتكلم عليها، صح. طيب كابتن جهاد، مباراه الزمالك والاتحاد، او الاتحاد والزمالك بصفته صاحب الارض في هذه المواجهه، ابرز الحالات من وجهه نظر حضرتك؟ جبنا لقطتين في المباراه. اللقطه الاولانيه كان فيه مطالبه لنادي الزمالك بركله جزاء، هنشوفها مع بعض، هتيجي حالا دلوقتي. اي دي الكوره من اولها بس. خاشي زيزو جوه منطقه الجزاء، الحكم ابراهيم كان موجود في مكان ممتاز وشايف ومقدر اللعبه. رجل لاعب الاتحاد على الارض، في تلامس حصل، لكن مفيش اعاقه، مفيش حاجه تسيب الراجل، في تلامس حصل، وبعد كده زيزو خد خطوه وحط وش رجله في الارض وبعد كده وقع. فبالتالي هو ما ينفعش يقول فيها ان سيميوليشن او تمثيل، يديله انذار،
لكن هو القرار ايوه عشان 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 فينا الخطوه اللي كان بسيط حصل، لكن ده ما يعملش درجه، هو خبط رجله في الارض ووقع الوقعه ديت ما ينفعش اديله فيها انذار او سيميوليشن يعني، وبالتالي القرار الصحيح اللي خده ابراهيم نور الدين في الملعب ان استمرار اللعب بدون خطا ومفيش ركله جزاء. عشان كان في ناس اتكلموا انه كان ممكن ياخد انذار يا كابتن جاهد، انت شايف انه كمان ما ياخدش انذار؟ لما حصل او اللمسه الاولانيه اللي حصلت الرجل في الرجل، الرجل على الارض الاتحاد على الارض ورجل لاعب الزمالك على الارض، وبالتالي مفيش خطا. هو خد خطوه وبعد كده خبط رجله في الارض وقع، فاحنا بنقول اذا كان عندك امكانيه ان الانذار السيميوليشن ده ما تديهوش ما تديهوش، لان في تلامس حصل، وبالتالي نمشي مع قرار الحكم ان مفيش فيها انذار. ما هو يا كابتن جهاد، ما هو يا كابتن جهاد معلش يعني فهمني معلش، خلوا اللقطه معانا يا جماعه. ما هو يتلامس هنرجع خطوه كريم، ما هو يتلامس وضربه جزاء يا اما تمثيل. التلامس اللي حصل يا كريم، التلامس اللي حصل مفيش فيه اعاقه، مفيش فيه خطا. وبالتالي اللعيب خد خطوه وخبط رجليه في الارض ووش رجله في الارض وهو وقع بعد كده. مفهوم. يعني الخط التلامس اللي حصل ده ما عاقش اللاعب. وده موجود في الكوره على فكره، موجود في الكوره، التلامس الرجل على الارض والرجل على الارض بنلمس بعض، مفيش مشكله خالص، مفيش خطا. صحيح. لكن انت اللعيب بعد كده حط رجله بس خد خطوه اهو، والثاني حط رجله في الارض ووقع، فمفيش حاجه، مفيش اعاقه من اللاعب الاتحاد السكندري. مفهوم. طيب ناخد اللقطه اللي بعدها، دي اللقطه اللي كان الزمالك بيطالب فيها بضرب الجزاء. لقطه ايه دي بقى يا كابتن جاد؟ الحكم فيه تهور واضح موجود من لاعب الاتحاد السكندري، سمح باستمرار اللعب في هجمه واعده وقرار صحيح، وبعد الهجمه ما خلصت رجع للانذار للاعب الاتحاد للدخول بتهور على لاعب الزمالك وقرار صحيح من ابراهيم. ما فيش لقطات تاني في المباراه دي تقريبا؟ لا لا، هم هو ابراهيم والطاقم اللي معاه بصراحه النهارده عملوا مباراه جيده جدا تحكيميا، والماتش خرج ما حسناش بالتحكيم، ما حسناش بالحكم، ما حسناش بالفار، وبالتالي لما تبقى حاجه كويسه زي النهارده واداء كويس بنوع عليه كويس. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات كالعاده. مواجهه النهارده كانت كبيره جدا بين الداخليه والبنك الاهلي، انتهت بالتعادل 3-3. هدف اول تقدم به محمد هلال للبنك الاهلي في الدقيقه 34، وبعدها سمير فكري تعادل للداخليه في الدقيقه 41. في الدقيقه 50 بركات حجاج سجل للداخليه، وفي الدقيقه 66 موسى ديوارا سجل للبنك الاهلي، وفي الدقيقه 70 مصطفى فوزي سجل للداخليه هدف التقدم 3-2. هل انتهت المباراه عند هذا الحد؟ في الدقيقه 120 او الدقيقه 120 الدقيقه ال 12 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، يعني تقريبا في الدقيقه 102 قدر محمد هلال يسجل هدف التعادل للبنك الاهلي من ضربة جزاء عشان تنتهي المباراة المثيرة جدا بتعادل الإيجابي 3-3. بعدها بعد المباراة مباشرة أعلنت إدارة البنك الأهلي رحيل الكابتن حلمي طولان عن تدريب الفريق. تعرفين كان بادئ الكابتن خالد جلال هو اللي بادئ الموسم، وبعد كده تولى الكابتن حلمي طولان المهمة، رحل الكابتن خالد جلال، رحل الكابتن حلمي طولان، والآن الكابتن أمير عبد العزيز يقود الفريق مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني ثالث للبنك الأهلي. في 13 مباراة هيبقى فيه مدير فني ثالث للبنك الأهلي بصراحة عشان أبقى أمين. واحدة من أكتر الإدارات اللي كنت بشيد بيها دائما هي إدارة البنك الأهلي، استقرار، مدرب مستقر، نتائج ساعات بتطلع وتنزل بس استقرار مخلي الفريق في وضع معقول جيد، مش اعظم حاجه بس جيد مع الكابتن خالد جلال. وسالت نفسي بنك الاهلي من الموسم الماضي هو مزمزق مع خالد جلال، مزمزق، عارف ما هي الكلمه المناسبه، مزمزق، اللي هو عايزه ومش عايزه، عايزه ومش عايزه. فجم قبل بدايه الموسم قال لك لا كابتن خالد جلال مكمل، يا سلام على الحلاوه، يا سلام على الجمال، تسقيفه لاداره البنك الاهلي اللي عايزه استقرار فني. تمام؟ وجاب لعيبته وعمل معسكره الاعدادي وبدا الموسم، وهم كام مباراه؟ تتكلم في 4 أو 5 مباريات وهوبا كابتن خالد جلال مشي. طب ما كن من الاول مدرب بقى هو اللي يختار لعيبته وهو اللي يعمل المعسكر وخلاص، لو في النيه انه كابتن خالد جلال او مش واثقين فيه 100% فيمشي.
خلاص خد نصيبه وخدت منه انت كبنج اهلي اللي انت تقدر تاخده منه وخلاص خلاص. مشي الكابتن خالد جلال، جه مدرب كبير اخر هو الكابتن حلمي طولان. نتائج ما ساعدتوش تقريبا في 8 مباريات، مش اعظم حاجه، بس هيفضل الكابتن حلمي طولان. يعني ايه؟ يعني حتى لو النتائج مش اعظم حاجه يقدر يعدل، يقدر يعدل. الاستعجال بيزيد الامور سوءا مش العكس عن تجارب تقريبا كل الفرق. ما يا جماعه مش ما ينفعش نكرر نفس الاخطاء. بص على اللي جنبك اللي بيمشي مدرب واثنين وثلاثه بيحصل فيه ايه؟ اديك شايف الاسماعيلي ما بتكسبش ما بتفتش. ليه؟ عشان بيجي المدرب الجديد يقول لك ما هو دول مش اللعيبه بتوعي، مش انا اللي مختارهم. يجي المدرب الجديد يقول لك لا اصل انا ما اتعاملتش معاهم في معسكر اعدادي فما قدرتش اديهم الشغل الفني بتاعي. يجي مدرب جديد يقول لك احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش فانا ما بقدرش اديهم حاجات جديده غير اللي كانوا بياخدوها. وتفضل تلف في دايره ما بتعرفش تخرج منها بصراحه يعني. طيب دي نقطه. النهارده زي ما قلت لكم سموحه فاز على طلائع الجيش، مباراه كانت مهمه جدا لسموحه، هدفين، هدف اول لحسام حسن في الدقيقه 24، تعادل احمد ايمن منصور لفريق طلائع الجيش في الدقيقه 28 او قولوا لي يا جماعه الدقيقه 49، وبعد كده في الدقيقه 80 سجل حسام حسن الهدف الثاني لسموحه، هدف الفوز، تالق، مباراه تالق حسام حسن. طيب مباراه ايه بقى حكايه كهربا مع الاهلي؟ القصه القصه فيها ايه؟ عشان ناس كتير عماله تتكلم هل كهربا هيلعب ولا مش هيلعب. تعالوا اقول لكم القصه من الالف الى الياء، تعالوا نشوف. جاهزه يا جماعه معانا ولا مش جاهزه كهربا؟ جاهزه. مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أكد أنه تلقى ردا من الاتحاد الدولي يفيد بأحقية كهربا في المشاركة مع النادي الأهلي في المباراة بداية من مباراة المصري بعد نهاية إيقافه يوم 11 يناير، علما بأن استفسار اتحاد الكرة حول موقف كهربا من المشاركة جاء بناء على طلب من النادي الأهلي. لكن اتحاد الكرة بيرفض إرسال خطاب رسمي إلى النادي الأهلي يفيد بأحقية مشاركة كهربا في المباريات، وذلك لأنه ليس صاحب قرار الإيقاف ولم يصل له خطابا من فيفا بمنح كهربا الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات، بل أن الرد جاء شفهيا. يعني فيفا الاتحاد الكرة مش عايز يدخل نفسه في مخاطرة يعني. نكمل. بس طبعا لو اتحاد الكرة قال أي كلام غلط اتسلم. اتحاد الكرة لن يرسل أي خطاب رسمي إلى الأهلي بالسماح بمشاركة كهربا في المباريات حتى يصل له خطابا رسميا من فيفا بذلك، وبناء عليه فإن قرار مشاركة اللاعب سيكون مسؤولية النادي الأهلي. أنا حاسس إن فيفا يعني اللي هو إيه عايز يقول لنا يا جماعة ما يلعب. يعني هو أنا برضو من المخاطبات الكتيرة الفيفا عايز يقول لك ما هو خلاص أدام نزل على السيستم ما يلعب ما يلعب، بس اتحاد الكورة عايز يأمن نفسه قوي قوي، اللي هو اديني خطاب رسمي، انا مش حمل اهلي وزمالك، اديني خطاب رسمي عشان اشوف يلعب ولا ما يلعبش. ماشي. من جانبه طلب النادي الاهلي من اتحاد الكره ارسال استفسار الى الاتحاد الدولي حول موقف كهربا من المشاركه في المباريات بدايه من يوم 12 يناير، وكاجراء احترازي لن يدفع الاهلي بكهربا في المباريات الا بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي فيفا يفيد باحقيته في المشاركه حتى ان كان هناك حاجه فنيه للاعب. على الجانب الآخر الزمالك سيبدأ التحرك لتقديم شكوى جديدة ضد كهربا من أجل إيقافه مجددا لحين الحصول على الغرامة المالية الموقعة عليه والمقدرة ب 2,400,000 دولار بجانب فوائد 5% على المبلغ. دي الحكاية، الحكاية بتاعت كهربا من الأول للآخر. طيب إيه تاني معانا بقى النهاردة؟ أخبار مهمة. نشوف الأخبار المهمة. ماشي. الزمالك لا. طيب نادي أهلي جدة السعودي دخل في منافسة مع نادي الزمالك للتعاقد مع النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد طلب من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لطلب اللاعب النيجيري. سماك كليوباترا هيوافق على بيع إيبوكا للسعر الأعلى سواء لأهلي جدة أو لنادي
الزمالك. يبدو كده ان جون ايبوكا خارج من سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا كليوباترا ما منعش ده، بس هو مستني اعلى سعر لبيع اللاعب. بعد الفاصل هيكون معايا محمود شاكر محللنا الرياضي يقول لنا رايه في مباريات اليوم. خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره الصديق العزيز محمود شاكر المحلل الرياضي، محلل رقم 10. يا حود مشرف ومنور دايما، وحشني حبيبي. يا كريم انت اللي منور الدنيا، والحمد لله على سلامتك. اول سلامتك. حلقه اهو بعد الاجازه، فاكيد مبسوط وسعيد ان انا اكون معاك. كله حلو، كله زي الفل. النهارده الزمالك والاتحاد تعادلا سلبيه، وحاله مش هقول غضب بس زعل من جماهير نادي الزمالك انه الاداء ما زال فيه تعثرات وما زالت النتائج سلبيه. بتتكلم في ثلاث مباريات المفروض تجمع فيهم 9 نقاط، بتاخد نقطتين، فالوضع بالنسبه لنادي الزمالك في الفتره الاخيره في بعض الخلل يبدو في الامور الفنيه في الملعب. اكيد نادي الزمالك فشل النهارده في حصد 3 نقاط، ده بسبب حاجتين مهمين جدا وهما دول هنتكلم عليهم، وهو عند وكبر وغرور فريرة. غرور طبعا ليه؟ في طريقه اللعب، في طريقه اللعب هو مصمم. انا كده خليت اختلف معاك من الاول. لا مش انا، يعني الراجل اللي مكسر الدنيا رايح جاي السنه اللي فاتت اصبح بقى دلوقتي. انا جاي لك، انا هاجي لك في الكلام دي. الحاله رقم واحد عند فريرة بشكل كبير جدا في طريقه اللعب والتصميم والاصرار على طريقه 4-3-3 رغم ان هي مش ماشيه معاه. والحاله الثانيه لسوء الاداء الكبير قوي من لعيبه الزمالك. ابرز لاعبين الزمالك اللي شايلين الزمالك من السنه اللي فاتت والسنه دي هم زيزو وامام عاشور، والاثنين النهارده كانوا في أسوأ مستوياتهم. ليه ارجع اقول لك يا كريم ليه مشكلة فريرة أو فريرة فشل النهاردة ليه، أو ليه فريرة عنده مشكلة؟ فريرة لعب طريقة 4-3-3 اللي هو غيرها من 3-4-3 أو 3-5-2، بيلعب بيها بقاله 7 مباريات، كسب 3 وتعادل 3 وخسر مباراة. فأقف هنا أنا عندي فيه مشكلة. ليه كنا بنقول على فريرة بروف؟ وطبعا هو فوق التقييم، مش احنا اللي هنتكلم عنه طبعا يعني، ولكن بيخطئ. أخطأ في إيه فريرة؟ السنة اللي فاتت كان فريرة معروف عنه إن هو برغم الامكانيات اللي كانت محدوده في نادي الزمالك، مفيش قيد والكلام ده كله، كانت الميزه بتاعته اللي مش موجوده عند ناس كتير ان هو قدر بالتوليفه اللي معاه ان هو يقدر يوصل لافضل شكل لنادي الزمالك، فغير طريقه اللعب رغم ان هو لما كان موجود في 2015 كان بيلعب 4-3-3 او بيلعب 4-2-3-1، غيرها طريقه الثلاثه ورا بحيث ان هو يقدر يستفيد من الامكانيات اللي عنده ويقدر ان هو يوصل لافضل حاجه برغم العدد نقص العدد الكبير كان عنده السنه اللي فاتت. السنه دي في مشكلة كبيرة تانية برضو قابلت فريرة، وهي طبعا عدم وجود راس حربة. وهقول راس حربة، مفيش راس حربة في نادي الزمالك ومفيش راس حربة في النادي الأهلي. نادي الزمالك النهاردة سيف الجزيري موجود في المباراة، مفيش، ما بيقومش بأي دور. سيف الجزيري السنة اللي فاتت واللي قبلها الدوريين اللي خدهم نادي الزمالك كان له تأثير كبير جدا في الدوريين، تحديدا اللي فات كمان سيف الجزيري عمل مستوى عبقري يعني. فأنا ما أقدرش برضه اقول لك انه سيف الجزيري مهاجم سيء في المطلق. ممكن السنه دي زي انا لا اتفق معاك طبعا ان هو بقاله فتره مش سيف الجزيري. كريم السنه دي مهاجمين الزمالك جابوا كام جون السنه دي في الدوري؟ كام؟ انت قلت في الانترو 14 مباراه صح؟ مفيش غير 13 مباراه جاب جون في اول مباراه. مفيش ولا واحد من هجوم نادي الزمالك قدر يحرز اي هدف السنه دي. دي مشكله كبيره عند نادي الزمالك. لكن حاجه ثانيه، ليه النهارده برضو مش عاوزين نغفل حق الاتحاد السكندري، لعب مباراه رائعه خصوصا على الجانب الدفاعي، ولكن فريرا النهارده اعتمد بطريقة بتاعته 4-3-3 اللي بيلعب بيها بقاله فتره، واللي مش موفق فيها اخر 3 مباريات، بتعادل اخر مباراتين وبتغلب المباراه. المشكله كلها في وجود انا دلوقتي هو بطريقه الاربعه دي يا كريم. القصه كلها ان هو بقى يخلي دونجا هو اللي ينزل يستلم الكره من تحت ويطلع الناس، وفي نفس الوقت بنشوف ان امام عاشور بيزق وعمرو السيسي بيزق ودونجا هو اللي بيلعب الناس من تحت. والاعتماد بتاع نادي الزمالك بيبقى على حاجتين، يا الا الكور العاليه في ظهر الدفاع واللي فشلت بشكل كبير جدا النهارده لسيف الجزيري، والكور الثانيه الكور العرضيه. بدل ما انا هعمل كوره عرضيه عشان اكسر التكتلات الدفاعيه يبقى لازم يكون عندي زياده عدديه جوه ال18، وده ما كانش موجود النهارده من نادي الزمالك. زائد حاجه ثالثه ومهمه جدا، واضح بشكل كبير الارهاق اللي كانت صح عليه لعيبه نادي الزمالك النهارده يا كريم. من الدقيقه بالظبط 75 للدقيقه 90 انت لو تبص على بالظبط مش قادرين. لا وتعالى بقى خد دي تمام، انا اول مره في حياتي اشوف زيزو مرهق
وإمام عاشور من الدقيقة 65 يعني ماسك وسطه. ما هو زيزو ده الوحيد تقريبا اللي ما دارش عليه التدوير في النادي الزمالك، هو بيلعب كل المباريات يعني كل السنة اللي فاتت يعني. بصراحة زيزو مضغوط بشكل كبير جدا، ولكن أقول لك زيزو وإمام عاشور كان عندهم إرهاق كبير جدا، في إرهاق بدني واضح، لأن ممكن يكون ضغط المباريات، مباراة أسوان مقصرة من السفر، وبعد كده النادي الزمالك بيلعب مباراة أقل من النادي الأهلي بيوم، ولكن عاوز أقول لك الإرهاق ظهر قوي في الدقيقة 75. بدأت نادي الزمالك بتشوف النادي الزمالك عبارة عن لعيبة موجودة في خط الدفاع ولعيبة موجودة في الخط الهجومي، مفيش أي مساندة، وفي النص الموضوع فاضي، لدرجة اتحاد سكندري كان قريب جدا جدا يا كريم من إن هو يحرز الهدف في آخر الثواني. طيب. ولو كانوا أمنوا بنفسهم شوية كان ممكن اتحاد سكندري ياخد النقط. هنتكلم نخش على الحالات. قلنا طريقة الزمالك النهاردة كان أول ما نادي الزمالك بيحضر الكرة من تحت مش قادر يطلع بالكرة، بيعمل يا لونج باس يا اللي بيحاول يحضر يروح هناك ويعمل الكرة العرضية. خلينا نتكلم الأول عن القرارات، ليه الزمالك النهاردة فشل في الوصول لمرمى اتحاد سكندري، واحدة من أسوأ مباريات الدوري عموما، يعني مباراة كانت سيئة جدا بشكل كبير علشان بالظبط والقرارات اللي كانت موجودة عند لعيبة التلت الهجامي التلت الهجومي في نادي الزمالك كان فيها مشكلة. عاوز أقول لك هنا الأول طريقة اللعب بتاعت نادي الزمالك دي في الدقيقة 6، بص هنا أقف معلش لحظة، هنا دونجا بيستلم الكرة أقف معلش لحظة، ادي بتشوف انت دونجا هنا فين بقى، بص امام عاشور رايح فين بيجري وعمرو السيسي بيجري، انا عمرو السيسي فاهمه، امام عاشور عمرو السيسي هو ما شعره ما شاء الله كبير، وعندك امام عاشور هو اللي بيجري مع لعيب الاتحاد السكندري في وسط ملعب ساليفو جنبه. وهنا اللي بيمسك الكره دونجا، نمشي الكره دي طريقه نادي الزمالك، كان على طول دونجا هو اللي بينزل يستلم الكره من قدام الاثنين سنتر باك علشان خاطر يبتدي الهجمه، وكان امام عاشور بيزيد مع الثلاثه اللي قدام بحيث ان هم اربعه. نبص هنا على نزيزو بينزل يحاول يلعب مع مسلوسي، نكمل الكره بسرعه شويه مفيش مشاكل. بص هنا اول قرار عند نادي الزمالك، العب الكره عاليه في ظهر الدفاع لزياد الجزيري، اتعملت كتير جدا في المباراه كريم وما اتتش باي ثمار ليها. نيجي الكره برضو اللي بعدها هنا، عاوز اكلمك على القرارات بتاعه التلت الهجومي بتاعه نادي الزمالك، نرجع معلش لحظه واحده، نرجع لحظه واحده معلش، هنا نشوف يا كريم هنا زيزو معاه الكوره، ومفروض ان هو عندك هنا سيف الجزيري، المفروض المسلوسي هيزق، وده اللي كان نادي الزمالك بيلعب عليه ان الباك دايما بيقوم بالدور الزياده الهجوميه مع الوينج، والوينج يخش الكوره. نكمل الكوره، هنا زيزو بيخش، نشوف مسلوسي لسه اول ما مسلوسي المفروض كان يلعب مسلوسي، ولكن زيزو النهارده كان فردي بشكل كبير جدا، وده زي ما بقول لك النهارده كان قرارات زيرو سيئه جدا في وسط الملعب، عمرو السيسي حته غريبه عليه اللي هي قدام ال 18، فبالتالي ميس باس لنادي الزمالك. نشوف برده الكره اللي بعدها، هنا نفس الكلام دونجا بيستلم الكره هيلعب الكره موجوده هنا مع عبد الشافي، وهنا بتوصل الكره برده دونجا اول قرار عنده، كرة سهلة جدا جدا على دفاع نادي الاتحاد سكندري، ونادي الزمالك النهاردة سهل الموضوع على نادي الاتحاد بالكور العالية الكتيرة اللي مكانش ليها أي لازمة. لو نتكلم بقى على برضو نفس الكرة هنا، شوف هنا الخطأ، بص زيزو لو الكرة راحت له صح كان ممكن يبقوا 2-2، فدايما كان القرار الأولاني يا كريم قبل ما نخش على حالات بعد، القرار الاولاني لنادي الزمالك اول ما ياخد الكره من تحت يلعب الكره في ظهر الدفاع، رغم ان انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب بالظبط كده، ده اللي بقولك عليه كان غريب جدا، وليه فيريرا ما غيرش طريقه 4-2-3-1 في نص الملعب، ده برده كان سؤال مهم. نكمل الحالات اللي بعدها، عاوز بقى اوريك سوق نادي الزمالك في الحالات الهجوميه، هنا بتوصل الكره لزيزو، بص هنا عمرو السيسي اقف هنا بقى لحظه، اقف لحظه، اقف لحظه، بص لو عمرو السيسي بص لزيزو يا كريم ولعب له الكره هتشوف هجمة مختلفة تماما بشكل كبير. بص لاعب الكورة على طول، نكمل الكورة، نكمل الكورة، رغم ان الزمالك بيبقى محتاج الموقف ده دايما بالظبط، انه زيزو خرج على اليمين يبقى مساحه هجمه بقت عاديه جدا، وبقى في تكتل دفاعي، ومصطفى شلبي هيحاول يخشف الكره، ولكن الكره نادي اتحاد سكندري بيقدر يحصل على الكره مره اخرى. فانت هنا بتقول انه كان في مشكله في القرارات، في مشكله في القرارات بشكل كبير. نشوف هنا برضو الكره دي، زيزو بينزل، عمرو السيسي بيزق دايما عشان يعمل الزياده العدديه هو او امام عاشور، دي الكره اللي بتاعت الماتش اللي فات. نشوف الحاله اللي بعدها، دي الحاله اللي احنا لسه جايبينها، بص هنا، بص انا عاوزك تبص على زيزو هنا متضايق ازاي يا كريم من عمرو السيسي، وبص بيدبدب في الارض، قرارات كانت سيئه جدا، وده ارجع اقول لك بسبب المكان غريب على عمرو السيسي شويه، هو لعيب رقم 6 اقرب من انه يكون لعيب رقم 8. في لقطه كانت انا فاكرها، لحظه واحده يا جماعه وقفوا هنا، كانت في الدقيقه 40 على ما اتذكر في الشوط الاول، عمرو السيسي دوره انه يزيد جوه وهو الزمالك بيبني لعب يزيد بالظبط، فدونجا واقف معاه الكوره والسيسي واقف جنبه، فيا دوبك دونجا حرك الكوره لقدام ولقيت دونجا عمال يعمل للسيسي خش لقدام، خش جوه، انت هنا واقف غلط، انت 8 مش 6، ده حقيقي، لان هو كان انا 6 سيبني انا موجود، دونجا فعلا هو اللي كان 6 وكان بيقوم بالزياده دي. السيسي عمرو السيسي مش زي امام عاشور طبعا، امام عاشور طبعا. نشوف بقى هنا، عاوز هنا بقى في الحالات دي يا كريم عاوز اوريك مدى سوء قرارات لعيبه نادي الزمالك، خصوصا زيزو وشيكابالا برضو في الشوط الثاني في كذا كوره. نشوف هنا الكوره، هنا كان في فرديه كبيره جدا من زيزو النهارده، نكمل
هنا برضو بص زيزو واخد الكرة. بص يا كريم بقى نقف هنا عنده حل كتير كده خطر حل فردي عدى ولكن كالعادة زيادة العددية الكرة بتتقطع وبتحاول. فنادي الزمالك النهاردة كان في عدم تركيز مش طبيعي في قرارات كلها خصوصا في التلت الهجومي. فكنت بتشوف ان المباراة وحشة ليه برضو نتكلم هنا برضو على الكرة دي. شوف هنا مصطفى شلبي نقف هنا معيش لحظة مصطفى شلبي من مميزاته واحد على واحد ولعيب حريف جدا جدا ويقدر يعدي من اي حد. نشوف هنا في الكوره اللي واحد على واحد واللي هو مميز فيها وكنا بنشوف فيها في انبي. بص يا كريم قرار سيء جدا جدا ما اعرفش بيلعب الكوره لمين. كل دي كور بتنتهي يبين لك ان شكل الزمالك وحش. شكل الزمالك وحش ليه؟ ان الكوره بتنتهي بالطريقه كده بقرار خاطئ بالظبط كده. نشوف الحاله اللي بعدها نشوف الحاله العادي في الكوره زي كده مصطفى شلبي بيروغ يروغ او يطلع لبره يلعب الباص على الاقل لامام عاشور. نشوف هنا نادي الزمالك هنا ضغط هنا بقى عاوز اقف لك هنا عند الكره دي عند شيكابالا هيدي الكره هنا لسيد نيمار وقف عند قبل ما نكمل الكره اقف هنا لحظه اقف هنا بقى. في ازمه كبيره عند نادي الزمالك في عدم وجود باك ليفت والازمه دي يعني بتتمثل طبعا فتوح غايب بسبب المشكله وطبعا نفس الكلام عبد الله جمعه. فانا الوحيد اللي عندي عبد الشافي. عبد الشافي ادى شوط اول اكتر من هايل ولكن هل عبد الشافي كان يقدر يكمل ال 60 دقيقه؟ ما كناش لحد 60 دقيقه او 50 ما كنا بس يا كريم كان الافضل ان هو كان فيريرا كان يطلع حد من نص الملعب من الثلاثه كانوا كتير قوي في مباراه زي دي والعب طريقه ال 3 4 3 ونزل سيد نيمار وحرر الاثنين باكات عشان اعمل زياده عدديه. عاوز اوريك سيد نيمار اللي هو الاوبشن الوحيد اللي موجود عند فيريرا في الجبهه اليسرى مع ان الراجل اصلا وينج رايت او باك رايت مش وينج ليفت. بص يا كريم الكره ما تلعب له مش على عدلته. بص سيد نيمار مش قادر يزق ويروح مش على عدلته مش عارف يعني. بص يا كريم القرار سيء جدا جدا. دي اول كره اول ما سيد نيمار نزل علشان مش على عدلته ومش مرتاح ومش بيلعب. فعشان كده بقول لك في ازمه كبيره عند نادي الزمالك. نفس الكلام هنا برده ممكن يروح بيحاول يعدي بيحاول يعدي مفيش اي حل يا كريم. بص بقى الكارثه الكبرى لما يرجع لدونجا. بص الكرة كانت فين؟ راجدونجا بيعمل ايه؟ بيرجع وبترجع تاني هجمة من الاول خالص بعد ما انا كان سيد نيمار واحد على واحد جوه ال 18. نشوف الحالة اللي بعدها فاضل تقريبا حالتين في القرارات بتاعت نادي الزمالك. هنا برضو الكرة دي سامسون سيف الجيري بيقدر ياخدها. بص هنا القرار بص نرجع بقى قبل ما هو يعمل الترقيصة. بص يا كريم الراجل عدى يعني هي الكرة الوحيدة تقريبا اللي عدى فيها طول المباراة. نقف بقى لحظة هنا بص لو لعب الباص لزيزو انفراد لا لا واحده بس نكمل الكوره نكمل الكوره اختار حل الفردي ومش على عدلته والكوره طلعت بره. بص يا كريم نادي الزمالك راح ما حدش بيقول نادي الزمالك ما راحش ولكن القرارات كانت بتخليه شكل الزمالك برضه زيزو متعصب بالظبط. زيزو متعصب جدا طول المباراه. نشوف بقى الكوره دي كانت من الكونتر اتاكس الهجمات. بص يا كريم كام واحد على كام واحد؟ اربعه تقريبا على اربعه. بص زيزو فردي 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 جدا جدا جدا. بس على فكره هو الزمالك كان محتاج بعض الفرديه نقف لحظه معلش ما كانش في لعيب النهارده بيديك الكرياتيفيتي في الملعب يعني. بص. هو زيزو اعتقد فكر فيها كده يعني. خلينا نتفق على حاجه احنا عارفين نادي الزمالك بيلعب ازاي كريم ومصر كلها عارفه نادي الزمالك بيلعب ازاي زي ما الناس كلها عارفه النادي الاهلي بيلعب ازاي. بس الفكره كلها ان انا بيبقى عندي لعيبه في لحظات ابداع تقدر تطلع لي لحظات ابداع ان انا اقدر اكسر بيها اي تكتلات واي مشاكل. نشوف بقى الكره دي الكونتر اتاك اللي كانت غريبه جدا من شيكابالا. دي كرة اتقطعت دي كانت في دقيقة 83 في اخر المباراة. بص يا كريم كام واحد على كام واحد؟ 4 على 3. بص شيكابالا قرار سيء بشكل كبير جدا جدا جدا. كرة زي دي كانت ممكن تخلص المباراة وتاخد الثلاث نقط للزمالك. فالنادي الزمالك النهارده في التلت الهجومي كان عنده مشكلة كبيرة جدا. شوف الكرة دي برده هنا زيزو بيلعب كرة سيئة جدا في دقيقة 89 لنادي الزمالك. فبقول لك النادي الزمالك في القرارات بتاعته الأمامية كانت سيئة جدا. هنا بص برضو يا كريم الزحمة اللي بيعملوها على بعض في مشكلة في التمركز في التحرك. بص كم واحد اقف معلش لحظة اقف معلش لحظة قبل ما ارجع ورا شوية. بص يا كريم كم واحد على كم واحد؟ انا دلوقتي مصطفى شال امام عاشور. امام عاشور لعب الباص امام عاشور زق النص ملعب شويه خش جوه شويه. انما هو جه زنق سيد نيمار اللي ما بيلعبش على عدلته وزيزو لما جري عشان مش بيلعب على عدلته يا كريم وهي دي مشكله الباك ليفت مش قادر يلعب. نكمل الكوره هتلاقي ان سيد نيمار مش قادر يعمل له التشيب او هو لو بيلعب على عدلته او رجليه الشمال كان هيلعب باص ببطن رجله لزيزو من فرق. بس هو مش قادر عشان مش على عدلته والزحمه والاتحاد السكندري بيقدر يخطف الكوره. نقطة تانية عاوزين نتكلم فيها هي دي يلا هي دي قبل ما نروح لها. نادي الزمالك زي ما بقولك هو كان بيلعب بطريقة النهاردة برضو ان هو بيطير الباكات وبيثبت دونجا عشان يغطي من ورا الباكات.
فالباك كان دايما بيمسك الخط والاثنين وينجات كانوا بيخشوا لجوه، ولو زي ما بقول لك الكوره دي من الاول من اول سيزون فيريرا بيلعب عليها، ان لو الكوره ناحيه اليمين بتلاقي ان مصطفى شلبي بيضم جوه ال 18 عشان يعمل زياده عدديه. فانا ما دام بلعب على عرضيات مهم جدا عندي حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انا العب عرضيه صح وابقى باصص بعيني قبل ما العب العرضيه، الحاجه الثانيه وهي يكون في عندي زياده عدديه جوه ال 18. نشوف عندنا 6 حالات الكور العرضيه لنادي الزمالك. نشوف احنا اول كوره هنا زي ما بقول لك اهو مصطفى شلبي فتح الخط، نشوف قرار مصطفى شلبي، عرضيه سيئه جدا 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 والاثنين قاطعين على القريبه وبتطلع الكوره ركنيه، بتطلع الكوره ضربه مرمى نادي الاتحاد. نبص على الكوره دي برده، نبص هنا شوف هنا كريم على طول اهو زي ما بقول لك نقف لحظه، معلش نقف لحظه ونرجع ورا تاني. امام عاشور كان دوره ايه النهارده في نادي الزمالك؟ امام عاشور هو بيلعب في نص الملعب، بيلعبوا 4-3-3، ولكن امام عاشور كل ما نادي الزمالك بياخد الكوره بيزق رابع مع الثلاثه اللي قدام، بيزق رابع فين؟ حسب اللعب فين؟ يعني اللعب ناحيه اليمين، ناحيه زيزو وناحيه حمزه المسلوسي هو بيجي يعمل الزياده العدديه، ناحيه مصطفى شلبي وناحيه عبد الشافي بيروح يعمل معاهم الزياده العدديه. نشوف هنا امام عاشور قدر يعمل بالطريقه دي، ودايما نشوف مصطفى شلبي طلع بره ولعب الكره المسلوسي، ولكن اوفر سيء جدا جدا، وحتى كمان القرار بتاع مصطفى شلبي اول ما استلم الكره، ولكن الكره بتكمل. هوريك بقى برده الكره الثانيه يا كريم، هو بيقدر يعدي مصطفى شلبي وبيعمل المسلوسي برضو، اوفر سيء جدا 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 لنادي الزمالك ومفيش زياده عدديه. دي برضو نبص على الكره دي، مصطفى شلبي زي ما بقول لك بيطلع دايما عشان ياخد. بص بقى الكره دي يا كريم فيها 3 عرضيات، اقف بقى هنا معلش لحظه، اقف لحظه، كام لعيب جوه منطقه الجزاء بتاعت نادي اتحاد سكندري؟ 2 لعيبه فقط من موجودين من لعيبه نادي الزمالك. الاوفر بيتلعب، نلعب بس الاوفر بس 2 برضو مع 3 ده 2. ما انا جالك بقى في الكره اللي بعدها يا كريم، الكره بتتلعب بتتتت، الكره توصل تاني لنادي الزمالك، امام عاشور دخل وهيطلع بره تاني. بص على زيزو برضو بيلعب الاوفر برضو من غير ما يبص، بيلعب اوفر وخلاص. نكمل الكوره، كوره برضو يا كريم في نفس الهجمه يعني تروح لمصطفى شلبي تاني. نكمل برضو، المفروض زيزو يخش، زيزو برضو ما دخلش. نشوف هنا مصطفى شلبي بيحاول يزق عشان يعمل اوفر، اوفر سيء جدا. 3 كور في اقل من 15 ثانيه عرضيه ما استفادش نادي الزمالك منهم، برغم نادي الزمالك دي من مميزاته ان هو بيلعب على الكور العرضيه. خلاص فاضل معانا تقريبا حالتين. نبص بقى على الكوره دي، هنا سيد نيمار بيقطع الكوره وبتوصل ليه، هيلعبها لاحمد السيد زيزو. بص زيزو هنا قرار برضو مفيش حد موجود في منطقه الجزاء لما قبل ما الكره تتلعب غير كان واحد بس. نيجي بقى للكره دي، الكره الوحيده يا كريم اللي انا عاوز اقول لك عليها دي الكره دي الوحيده اللي كان فيها زياده عدديه من نادي الزمالك. اقف لحظه قبل ما نكمل معلش نكمل زيزو هنا مع الكره، نكمل زيزو ما بيلعبش، هيلعب باص بصراحه عالمي صح. ولكن بص بقى هنا يا كريم كام واحد موجود جوه منطقه الجزاء بتاعه نادي الزمالك، ولكن ما بتتعمل اوفر. وبص بقى يا كريم نلعب الاوفر، اوفر سيء جدا ما وصلش حتى للثمانية يارد، يعني اوفر كان بعيد جدا. وبتوصل الكره لنادي الاتحاد السكندري برده نفس الكره دي، اقف هنا برده لحظه. الكره دي بقى برده عندي كام لعيب جوه نادي الزمالك، ده اللي المفروض عليه. ما عندي كوره عرضيه بقى لازم يبقى عندي زياده عدديه جوه ال 18، عندي 4 من نادي الزمالك. الكره الوحيده اللي المفروض تتلعب اوفر، ولكن سيد زيزو ما بيلعبهاش اوفر وبيصلح الكوره، ودي التسديده، وهقف عند التسديده قبل ما اقفل معاك اقول لك حاجه هنا. بص زيزو بيلعب الكوره لدونجا، تسديده من اخطر النوادر اللي كانت نادي الزمالك. تسديدتين فقط لنادي الزمالك النهارده في المباراه، اول تسديده في الدقيقه 35 واخر تسديده في الدقيقه تقريبا 87، وده ان دل على شيء، دل ان في مشكله وازمه كبيره عند نادي الزمالك فنيا. في نادي الزمالك محتاج مهاجم، نادي الزمالك محتاج وينج رايت ووينج ليفت. وينج رايت ليه يا كريم؟ انا عارف ان اللي بيلعب دلوقتي زيزو، بديل زيزو شيكابالا، لو لا قدر الله زيزو مش موجود مين هيلعب؟ شيكابالا ما يقدرش يقوم لك بالدور ده من اول 90 دقيقه. شيكابالا بديل ينزل في الشوط الثاني يقدر يعمل كل حاجه، ولكن ما يقدرش يلعب معاك من الاول. فلو زيزو لا قدر الله مصاب دي حاجه، حاجه ثانيه فرود نادي الزمالك مش موجود، فرود نادي الزمالك ما بيقدمش اي دور، سامسون بينزل، جيزيري بينزل، الاثنين شبه بعض. فنادي الزمالك مطالب ان هو ينتدب مهاجم، ومطالب ان هو ينتدب وينج رايت، ونشوف نضايا هيرجع ولا لا، ومشاكل فتوح بتاعت الباك ليفت وعبد الشافي وكولو عبد الله جمعه. ونتمنى اكيد التوفيق لنادي الزمالك، ولكن فيريرا عليه بمراجعه نفسه في طريقه اللعب، اللي تلعب بيه اكسب بيه. صح كده، كالعاده ممتع حبيبي، كالعاده رائع يعني. حبيبي يا كريم محمود انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتشرف وبتنور. الله يخليك يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم، بعد الفاصل هيكون معايا الكباتن الكبار كابتن حسن مصطفى كابتن محمد عبد الله، خليكم معانا.
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره اثنين اعزاء جدا على قلبي، اثنين من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن حسن مصطفى والكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله. كابتن حسن مشرف ومنور. شرفنا كريم، وبقالنا كتير ما شفناش بعض. وحشني. وحقت كتير والله كريم. حبيب. وحشني حبيبي كابتن محمد عبد الله. وانا سعيد ان انا معايا كابتن محمد عبد الله حبيبي. كابتن محمد عبد الله بقى اللي وحشني جدا كمان عشان حبيبي انت اكتر والله. لا يا حبيبي محمد كله زي الفل. كله بخير؟ بخير والله الحمد لله يا رب دايما. مبسوط ان انا معاك النهارده ومع حسن، طبعا بقالنا فتره يعني ما نتقابلش غير على حسب الماتشات ايام ما كنت ماسك الانتاج. صح بس كده. حلو وحشه يعني من الجيل العظيم زي ما بيقولوا. طبعا طبعا يا كابتن محمد. طيب كابتن حسن، مباراه الزمالك والاتحاد النهارده هي الخطف الاضواء. الزمالك النهارده للمباراه الثالثه على التوالي في تعثر، والاداء خلاص بقى واضح انه الاداء فيه مشكله، فيه مشكله في شغل تكتيكي في الملعب، في شغل فني، في مشكله عند اللاعبين. انت شايف المشكله فين؟ ايه اللي بيحصل؟ هي المشكله في اوضه اللبس صراحه، يعني الموضوع بقى له فتره في مشكله اللعيبه من اول الموسم. يعني بتيجي تبص كده المدير الفني التشكيل بتاعه، اصراره على 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 الطريقه اللي هو بيلعب بيها. دلوقتي بدا يغير 4-4-3-3. من الاول كان في تعنت في كذا لعيب، اختياره للعيبه المناسبه في المباراه بدات برضو صعبه، التغييرات بدات تبقى متاخره، بدات في مشاكل في اوضه اللبس. في لعيبه حاسس، يعني لما باجي ابص على حاجات كده فيديوهات للعيبه مثلا بيبقوا قبل الماتش بيقروا فاتحه ما بين الشوطين، بحس في لعيبه كده مزمزقه، يعني مش زي السنه اللي فاتت. حاسس ان المود مش حلو. السنه اللي فاتت نادي الزمالك كسب الدوري من اوضه اللبس. خلي بالك كانت اللعيبه اللي بيلعب مبسوط واللي ما بيلعبش مبسوط، ودي اهم نقطه. دي اهم نقطه لما المدير الفني كمان ياخد القرارات. يعني انا السنه اللي فاتت لما كان بيقعد بن شرقي كانش اي حد بيلعب، كان بيكسب. هو ماشي بمستوى كويس ومش قلقان من حد، ومخلي كل الفرقه كلها واحد، تيم واحد، في كور ثابته، في كور المشتركه، في اللعب الجماعي. ففي حاجات كتيره قوي كانت السنه اللي فاتت موجوده، والسنه دي بدات تختلف. انا كمان في نقطه كانت عجباني جدا، بعد ما كسب الاسماعيلي المدير الفني نفسه جه راح للجمهور بتاعه قال انا بقينا نمبر 1 ومش عارف ايه، وعمال يشاور فيريرا. بالظبط فيريرا. فانا ما عجبتنيش دي. انا بالنسبه لي ان حد مدير فني يعمل كده ده مدرب خفيف بالنسبه لي. يعني ما فيش مدرب بينافس وبيلعب. بس فيريرا مش خفيف خالص. لا معلش انت ما تجيش يعني تيجي. انا اقصد مدرب شخصيه قويه جدا ومدرب كبير فنيا، ما فيش خلاف. تمام انا معاك على فكره. بس ان انت تيجي تعمل كده، انا بالنسبه لي انا يبقى ده خفيف، لان انت عندك المنافسه طويله قوي. عندك الدوري طويل والكاس، وعندك بطوله افريقيا. طب مش ممكن يكون بيحفز لعيبته وبيحفز الجماهير؟ ويعني ده ممكن يبقى شيء. خلي بالك انا في نقطه تانية كنت عايز اقولها. كان في حاجات دايما مثلا كان سيد عبد الحفيظ بيعملها، امير كان بيعملها، كان في صراعات كده. الحاجات دي انا حاسس ان الفتره دي بقت قديمه. ان انت عايز تشتت النادي التاني الخصم بتاعك وتقول انا كذا وانا 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 وتعمل مشاكل. انا حاسس ان دلوقتي الموضوع ده بقى قديم. دلوقتي اهم حاجه اللعيب هو اللي يثبت نفسه في الملعب. طول ما انت السنه اللي فاتت كنت قوي، بتيجي تقول عايز تعمل مشاكل للنادي المنافس بتاعك. بس دلوقتي الفريق بتاع يعني اللعيبه مش مديالك. بقالك 3 ماتشات بتخسر من اسوان، بتتعادل في تعادل، وعمال تضيع بنات كتيره، والدوري طويل. صحيح. فهي دي النقطه. طيب كابتن محمد، انت تتكلم في زمالك موسم ماضي ناهي بشكل رائع جدا، اداء رائع جدا على مستوى الجهاز الفني جوزوالدو فيريرا، اداء ممتاز بمجموعه من اللاعبين تبدو وكانها تشكيله طياريه في غيابات بالزبط. كتيره وايقاف قيد. الوضع السنه دي المفروض يبقى فيه احسن. انت جايب لعيبه جديده مستقر فنيا مع مدرب بقاله فتره معاك، فالامور كان متوقع عليها انها تبقى افضل كمان من الموسم اللي فات. ايه اللي حصل؟ بص هناخدها نقطه نقطه. يلا. يعني زي ما حسن بيتكلم كده ممكن اكون مختلف معاه في بعض النقاط. مبدئيا اي فرقه بيحصلها تعثر او في تذبذب في المستوى ده راجع للنتائج، والنتائج بتسبب لك مشاكل. حته اوضه اللبس من عدم وفي مشاكل جوه الاوضه او بره الاوضه دي، يعني ممكن نقول الكلام ده ما انت ما تشوفوش عشان في مكسب. فالمكسب بيغطي على كل حاجه. انما التعثرات اللي حصلت في الفتره الاخيره وضع طبيعي. انت هتسمع كلام كتير وهتسمع قول كتير. انما انا بقول لك من يعني نادي الزمالك الميزه الفتره الاخيره لا ان اوضه اللبس منمومه. شيكابالا هقول لك على حاجه، اكتر واحد كان بيعمل مشاكل سي مثلا شيكابالا قبل كده سابق. انما في الفتره الاخيره مع نضج
شيكابالا وان خلاص بقى حس بالمسؤوليه، حس ان هو بقى قائد فرقه. لا الراجل قادر ينمي بشكل كويس، ومعاه من خلف الكواليس زي ما بيقولوا امير مرتضى. لا الامور ماشيه بشكل كويس، مدرب شخصيه كويسه بالظبط. حتى في تغيير طريقه اللعب وضع طبيعي، ما انت جبت مثلا جبت السيسي جبت دونجا، ما انت محتاج تلعب الناس دي. فانت من 3 4 3 قلبتها 4 3 3 وده وضع طبيعي، مع العلم ان كواليتي اللعيبه اللي جه ماشيين بشكل كويس. صح. نص الملعب ماشي بشكل كويس. انت هتلعب السيسي، هتلعب دونجا، هتلعب امام، ما انت عايز تستفاد بالثلاثه، والثلاثه قوه لنادي الزمالك كان دفاعيا او هجوميا. صحيح. فانت محتاج الثلاثه يلعبوا. انما لا، انا شايف ان طرق تغيير اللعب دي مش دي اللي معطله الدنيا. انما اللي ممكن اقوله لك عن خبرات احنا عشناها، انت بقالك سنتين بتاخد دوري، فانت حاسس الامور بتهرب منك. الفريق بيزيد. فده عامل لود على اللعيبه، عمل لود على الجماهير، حط الضغط على الراجل. بدات المشاكل تسير حتى في الفترات الاخيره، مشكله فتوح على مشكله عبد الله، الحاجات دي بدات تعمل بلبله جوه الفرقه. انما انا بقول لك العامل الاساسي، اول ما فرق النقاط بيزيد. طب ما كابتن محمد دي بتعمل مشكله. اللي انا عايز افهمه منك، هو فرق النقاط ده حصل ليه اصلا؟ يعني فنيان في الملعب ايه كانت المشكله؟ انت قلت لي دلوقتي انه مش مشكله تغيير طريقه اللعب. لا هقول لك على حاجه، هي فنيات. يعني انت لو هتتكلم فنيات، ممكن يكون في قصور عند اللعيبه. اللعيبه مش في مستواها، اللعيبه بعيد، يعني الحاله اللي هي كانت فيها السنه اللي فاتت لا مش موجوده. يعني هنقول نتكلم مثلا عن زيزو، بقى له فتره مش ماشي كويس. لا استنى، زيزو زيزو هو معظم المباريات اللي فاتت كلها هو اللي بيسجل يا بيصنع. تمام، بس هو ده زيزو بتاع السنه اللي فاتت؟ الفرقه كلها الفرقه، ما هي الفرقه كلها مش على الاقل. هقول لك على حاجه، زيزو على الاقل يعني لما كان بيبقى على الاقل في حالته وفايق هو بيشيل فرقه. انما زيزو دلوقتي مش شايل الفرقه. يعني انا من اكتر الناس اللي في دار زيزو عايزه يبقى كويس جدا. امام عاشور بعيد نوعا ما، جزيري، شيكابالا بياخد على فترات، حته تغيير بعض مراكز اللعيبه، فكل الكلام ده مأثر. تشتيت دماغ الراجل، المشاكل اللي بدات تكتر من بره الملعب قبل جوه الملعب. فدي كل الكلام ده مأثر على الجهاز الفني قبل اللعيبه كمان. يعني الجهاز الفني، انت دلوقتي حطيت ضغط على الجهاز الفني ان انت مطالب بقالك سنتين تاخد دوري، محتاج ان انا اخد السنه دي كمان. بدات تقابلك مشاكل خارجيه، فانت بتلم من كل الكلام ده، في الاخر هتلاقي المنتج ده. ما انت لازم يحصل لك دروب، ومش طول الوقت هتمشي طول الوقت انت ماشي كويس، هيجي لك دروب وهتقع. بس هي الميزه بقى في الفرق الكبيره زي ان كان اهلي او زمالك، بيعرفوا لم نفسهم بسرعه. صحيح. فانت لو انت حتى بتتكلم في صراع موسم لسه بدري قوي، انت لسه هتتكلم في صراع. طب قبل ما اروح للكابتن حسن بس على تعليقا على كلامك، انت قلت لي انه عشان جايب مجموعه من اللاعبين الجدد فهو بيلعب ب 4 3 3 عشان يلاعب باقي اللاعبين. تمام. طب لو انا بلعب بطريقه جديده عشان خاطر اللاعبين دول والطريقه دي اثرت على النتائج، فانا يبقى اللعيبه او مشاركتهم اولويه بالنسبه لي قبل النتائج؟ لا طبعا، ممكن وضع طبيعي غير. صح طبعا. وهل ده عمله فريرة؟ هو بص، الكلام انه اصل المشكله فين؟ ما انت كنت بتكسب ب 3 4 3 ومتالق وعامل اداء رائع. ما انا وانت وحسن احنا بره المطبخ. احنا ما نعرفش ايه اللي بيدور هناك. اللي عايش مع لعيبته هو ادرى واحد بالمجموعه دي، هو اللي شايف، هو اللي قادر يتحكم هيلعب النهارده ايه 3 4 3 هيلعب 4 4 2. بقى طول اللعبه بتتغير، واكيد هو بقى عنده طول المباراه بدل السيناريو 2 و3. صحيح. فاكيد هيقدر يشتغل باللعيبه، وهو عنده الامكانيات وعنده السكواد اللي يقدر يغير في التشكيل ويقدر يغير في طرق اللعب كمان. فانا بقول لك احنا من بره احنا بنتكلم، احنا مش شايفين حاجه. انما هو اكتر واحد عايش مع الفرقه، عارف مين المناسب دلوقتي، مين اللي يقدر يشتغل، مين اللي ينفذ للطريقه دي. طب انا عايز اقول كلمه فضلك. على فكره لما الناس كلها قعدت تقول له دونجا، وجي في المؤتمر اتكلم، دونجا بقى اساسي، مع ان رؤى الفتره اللي فاتت احسن منه. انا دلوقتي انا بقول رؤى احسن من دونجا في الفتره دي، لان دونجا مش واقف على رجليه، لان الجري بتاعه قل جدا من بعد الاصابه، ما عملش تاهيل كويس، حاسس ان الجري بتاعه ما بقاش كويس، بقى القطع بتاعه ما بقاش كويس. عبد الله فريرا بقاله فتره بقى يسمع الناس بتقول ايه، وبدا يغير تغيير طريقه اللعب بتاعته ديت بسبب الناس بدات تتكلم. الكثافه العدديه ما بقتش في ال 18. ما كسب برضه 4 3 3 ما كان، ما كسب الاسماعيلي. كسب الاسماعيلي. تمام. ما كسب الاسماعيلي 4 3 3 وبدا بدايه الموسم كمان. يعني بدايه الموسم ما كانش شغال 4 3 3. انت هتخلينا كده نذبح الاسماعيلي يعني؟ لا 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 خالص لا. يعني ليه ما هنذبح الاسماعيلي؟ يعني معلش يعني طيب نادي الزمالك ما يكسبش اسوان؟ المفروض يكسب. ما يكسبش. بص اقول لك على حاجه، ما يكسبش او عامه يكسب كل الفرق واقعيا وعلى الورق. ما يكسبش الداخليه. لا هو طبيعي الزمالك طبيعي افضل من كل الفرق بالظبط، احسن من الداخليه واحسن من اسوان. بس هو مين الافضل؟ وبتبقى حاله مباراه وحاله لعيبه.
النهارده انا الدي اوف بتاعي بالك ثلاث ماتشات، وليه ما نقولش ان اسوان كان ليهم الافضليه وان لعيبه اسوان في حالتها وهم يستحقوا الماتش فعلا. ما احنا لازم زي ما انت، لا احنا مش بنقلل من اسوان، لا مش تقليل، لا 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 نادي اسوان نادي كبير ونادي محترم، بس انا بكلم لا هو كابتن حسن بيتكلم من نقطه يا كابتن عبد الله، هي نقطه منطقيه، هو بيقول لك على الورق مين افضل زمالك ولا اسوان، بس انت قلت حاجه مهمه انه الحاله بقى كواقعي واحنا قاعدين بره وفي الشارع وقبل المباراه طبعا الزمالك يكسب، الزمالك هيكسب. طيب الحاله بقى ايه اللي خلى اسوان او النهارده الاتحاد او اي فرقه بتواجه الزمالك يبقوا افضل من حاله الزمالك؟ بص يا كريم هقول لك على حاجه، ممكن يعني احنا كمان مكاننا واشتغلنا كمدربين وبرده رحنا رحله اسوان دي، ممكن حسن راحها حتى وانا قبل المباراه كنت بتكلم مع ناس اصحابي وانا قاعد بقول لهم بالنسبه اللي رايح ماتش بتاع اسوان ده لازم يبقى فيه سيطره على اللعيبه، اسوان بلد كويسه سفريه كويسه زيها زي الجونه سي مثلا يعني احنا كمدربين او لعيبه ما كنا نتمنى ان الجونه مثلا تفضل على طول في الدوري الممتاز، سفريه كويسه اسوان نفس الحل، فمعظم اللعيبه بتاخد السفريه دي بتبقى رحله، فلو انت مش مسيطر على لعيبتك من قبل المباراه بثلاث اربع ايام وانت عارف ان الثلاث نقط دول اهم من اي مباراه هتشوف اللي انت اللي حصل فيك ده. يعني اتوقع ان في مباراه اسوان كان اللعيبه مش مركزه، مش يعني مش دول نادي الزمالك ده، مش ده التركيز اللي يوصلك ان انت عايز ثلاثة بونت او بونت حتى. طيب لا بالعكس صحيح. كابتن حسن ايه المطلوب بقى؟ يعني لو الزمالك عايز، احنا بنتكلم في موسم لسه طويل، لو الزمالك عايز يعدل من وضعه محتاج ايه؟ هي اللعيبه اللي هتعمل كل حاجه في الاخر، ومدرب انت المدير الفني ما احنا نقعد المدير الفني هيقعد يقول لهم هنلعب كذا هنعمل كذا، هيمرنهم على الكور الثابته، هيمرنهم يعمل تكتيك، هو في الاخر انت كل 3 4 ايام ماتش، فمش هتقدر تعمل، انت بتعمل استشفاء تحفظ بتيجي تروح يوم المعسكر وبتروح الماتش، فمش هتقدر تعمل حاجه، هيفضل يتكلم المدير الفني هيفضل يقول يا جماعه لازم نشد حنا لازم كذا، مين اللي هينفذ له كل اللي هو دوت؟ اللعيبه. فاللعيبه في الاخر هي اللي هتعمل، هي اللي هترجع نفسها هترجع على الطريق السليم. انا في الاخر انا كمدير فني انا الحمد لله واحد بقاله 9 سنين شغال، فانت بتيجي تقول لعيب 1 2 3 4 وممكن ما ينزلش يعمل لك كل دوت، في الاخر حاله اللعيب، اللعيب هو اللي هيعمل كل حاجه، هو اللي هيرجع نفسه، هو اللي هياخد. لعيبه نادي الزمالك ما بتاخدش كره مشتركه، لعيبه الزمالك ما فيش جري كتير، لعيبه الزمالك ما عندهاش شراسه، لعيبه الزمالك ما عندهاش الاراده للمكسب، كل دوت ده كل ده في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وهم اللي كانوا من السنه اللي فاتت بيكسبوا، هم بس دخل عليهم عنصرين ثلاثة. مفهوم ان شيكابالا عشان العمر والامور البدنيه ما بيبداش مباريات نادي الزمالك، بس الزمالك برضو ما عندوش اللاعب اللي هو عنده ابتكار المهارة. هل الزمالك محتاج ان شيكابالا يبدا ولا شيكابالا مهم ينزل الشوط الثاني بس؟ والله بص هي في الاخر يعني انا من وجهه نظري ينزل الشوط الثاني بس في لعيبه لازم تعرف اللعيبه نادي الزمالك كلها، مش هقول لعيبه يعني عشان برضه ايه عايز اكلمكم في نقطه، هو ايه الفرق بين الشوط الاولاني والشوط الثاني؟ لا ما انا اقصد انه ما يبداش المباراه الاخيرها، لا احنا بنتكلم هقول له انا وجهه نظري هقوله يعني الشوط الاولاني عبد الله مدرب بقى في سكتك انا مش هتكلم، انا قول انت الشوط الاولاني بتبقى اللعيبه كلها فريش زي فريش وكلهم بيبقوا مركزين وبيجروا اكتر، فممكن شيكابالا في الشوط الثاني بيبقى اللعيبه بتبقى مثلا اجهد شويه تركيزها بيبقى اقل. طب ما انت تقيس على قيس الكلام ده برضو على لعيبه نادي الزمالك، طب ما هو بدايه الشوط يبقوا فريش وبدنيا احسن هيساعدوا الراجل كميات الجري اعلى وبيبقى الحافز اعلى صح هي بس يا جماعة الالتحامات النقطة احنا للأسف احنا بناخدها بمستوى العمر، أصل فلان الفلاني بقى حاجة و30 بس ده بيحصل في العالم كله برضه، لا مش في العالم كله، لا أقصد يعني هقول لك على حاجة، النهاردة الريال بيلعب اتنين مودريتش من أعظم لعيبة الكرة في العالم مودريتش وتوني كروس، كام سنة الاتنين؟ واحد 38 صح، واحد 37 مودريتش وتوني كروس 35 ماشي في 38 لا دخل على 35 توني كروس دخل على 35 وبتتكلم في 37 مودريتش واحد لعب 120 دقيقة ولسه كان لعب مباراة في الدوري احنا بنقيس الكلام ده ازاي؟ بنقيسه ازاي؟ يعني مش موضوع ان انت اصل انت عديت ال 30 انت لسه من 5 ازاي عبد الله قايل ان احنا لو ما سيطرناش على اللعيبة اي لعيب مسافر اي سفريه ممكن الامور تهرب منها، هل اللعيبه دي هل اللعيبه دي بس طب خلاص خلينا في نفس الجمله هل انت مع فكره ان شيكابالا يبدا ويكمل المباراه كلها؟ ليه ادام قادر يبدا ادام انا ما يبقاش عندي لعيبه عنده حل بالظبط واثنين وثلاثه ويقدر يخلص لي جيم في اي وقت وما بداش بيه ادام قادر يبدا
مش قادر خلاص، دي حاجه ترجع لك. وانا قلت لك برضو احنا بنتكلم الكلام ده واحنا قاعدين على كراسي، هو اكتر واحد المدرب ادرى يعني، هو اللي شاف لعيبته، هو اللي عايش معاهم، هو اللي كل واحد عارف هو بيعمل ايه وبيسوي ايه. دي مش بتاعتي انا ولا بتاعتك ولا بتاع حسن، هو اللي عايش معاه. انما انا بقول لك ادام قادر يلعب ويشارك يلعب، يا اما خلاص مش قادر بقى لا نشوف حد تاني ويجي ياخد مكانه. ادام بقى اللي هي بكميات الجري وبالالتحامات وبالاشتراكات، لا هي الكره مش كده، الكره بالدماغ. انا مطلوب ونفس يعني وبدني وضع طبيعي، وفي كره بدون جري بالظبط، في كره بدون جري بس وضع طبيعي. في لعيبه كل واحد ربنا مديله ميزه صح، يعني دونجا مختلف عن مين؟ عن شيكابالا. هو دونجا يعرف يعمل شيكابالا بيعمله؟ لا. طب شيكابالا يعرف اللي بيعمله دونجا؟ لا طبعا. خلاص يبقى ده مطلوب وده مطلوب، النوايا دي مطلوبه والنوايا دي مطلوبه، لان اللي في المجمل في الاخر الاثنين بيخدموا على بعض. صحيح. ده بيعرف يقطع والتحامات قويه، بيعرف يدافع بشكل كويس، وده بيعرف يعدي، يعرف يعمل اسيست كويس، يعرف يجيب جون. طيب قبل ما نروح لفاصل الشارك، كنت سالته للكابتن حسن الزمالك محتاج ايه، او انت بقى السؤال بالنسبه لك محتاج ايه صفقات؟ هل الزمالك محتاج صفقات جديده؟ هل في مراكز معينه الزمالك محتاج يلم فيها دعم بسرعه قبل ما يناير يخلص؟ اكيد انت محتاج فرود، فرود محتاج فرود. وقبل ده كله انت محتاج هدوء. لازم الدنيا تهدى، ان كل طول ما انت شغال وشغال تحت ضغط بالاخص في الفرق الكبيره هتلاقي الامور بتهرب منك. لازم الناس تهدى، لسه الموسم طويل. انت بتتكلم لسه الاسبوع ال 14 هيبدا. جيت الاسبوع ال 14 الاهلي والزمالك يلعبوا، تمام، ماتش بستة بونت. الاهلي كسب بكره فرق بقى 7 بونت. طب الزمالك كسب ماتش الاهلي، رجع الثقه عاليه، الحافز بقى موجود، نادي الاهلي ممكن يحصل له تعثرات الفتره اللي جايه، وضع طبيعي. الكره ملهاش معايير صح، وكل دلوقتي يعني معظم، اقول لك على حاجه، الدوري هو مش بقوه قوي وبالحلاوه قوي، بس مستويات متقاربه بالظبط كده، مستويات متقاربه كله بقى شبه بعض صح كده. هتلاقي فيوتشر بيضرب في بيراميدز، هتلاقي بيراميدز بيقع على الزمالك، لا والاهلي والزمالك لما بيلعبوا اي منافس دلوقتي اسوان كسب زمالك، هو اسوان مش عارف بيعطل مين، الداخليه بيعطل مين النهارده. انت يعني من اجمل ماتشات الدوري النهارده بصراحه صح، داخليه و الداخليه النهارده البنك الاهلي عمل مباراه في مباراه جميله جدا صح. النهارده فيوتشر مثلا وبيراميدز ماتش محترم جدا، فهتلاقي يعني ما بقاش في الفوارق البعيده، او ان اللي هو انت بتخلص على اللي هو ما ترميش الفوطه بالظبط كده كده، لسه بدري لسه بدري جدا عشان تقدر تقول ايه اصل ده حسم الدوري. لا لسه صح، لسه، لان الناس يعني انا بقول لك معظم الفرق الصغيره، او مش هنقول فرق صغيره، ان خلاص طول ما انت في الدوري المفروض انت فرقه كبيره، ايا كان بقى اخر الجدول فوق الجدول، انت خلاص انت فرقه كبيره، انت بتلعب في اعلى اعلى يعني اعلى حاجه دلوقتي صحيح. فانت صحيح، محتاج ان انت هدوء شويه في نادي الزمالك. عظيم، لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن حسن مصطفى، الكابتن محمد عبد الله، بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مكمل معايا الكابتن حسن مصطفى والكابتن محمد عبد الله، واحنا في الكواليس كده او يعني بين الفاصل يعني كنا نتحدث عن سامسون وتاثير سامسون اكينولا مع نادي الزمالك. رايك يا كابتن حسن؟ لا، هو الواحد بيتكلم ان مين اللي جاب اللعبه دي؟ هو المدير الفني. طب انت شفته كويس؟ اتفرجت عليه كويس؟ مش معقوله يعني، طبعا فريرا مدرب كبير اكيد اتفرج عليه واكيد مقتنع بيه، بس مش هو ده الفيرويد اللي في لعيبه كتير بتبقى فيديوهاتها حلوه يعني. احنا برضو كان معايا هنا اتكلمنا على سامسونج دوت، فيديوهاته كانت عظيمه يعني بيعمل حاجات حلوه قوي، بس ما انا برضو ببص على الفيديوهات لقيته لعيب عظيم، فجاه بلاقي حاجه ثانيه. خلي بالك برضو هي في نقطه يعني، النهارده حسام حسن النهارده جاب جونين في لما راح سموحه جاب جونين. في ناس بتبقى الامور التيشيرت تقيل قوي عليها والضغط الجماهيري والامور بتبقى صعبه يعني، هو ماشي في الشارع بيقابل ناس كتيره شد حيلك فالامور بتبقى صعبه على اي لعيب بيلعب في الاهلي. بس انا كابتن عبد الله، انا مثلا انا لما اجي اجيب مهاجم اجنبي، مهاجم افريقي، انا ببقى جايبه ليه؟ عشان يجي ينزل يلعب ويبقى احسن من اللي عندي طبعا. اصلا مش لسه بقى استنى يعني، هو مش لعيب صغير هقول لما الضغط يتشمن عليه لما ياخد لازم فرصه، لازم يصنع الفارق. لو هو مش جاي احسن من اللي عندي ما يجيبوش صح، ما جابوش ملوش لازمه، انا هجيب ايه؟ طب ما انا استفاد بقى باللي عندي ووفر كم الفلوس اللي بتدفع. بس يعني ممكن تكون الحاله مش راكبه، كيميا مش راكبه، انما ما يعني اصل ما ينفعش نادي الزمالك ونادي الاهلي الانديه الكبيره تروح تجيب حد بالفيديو. لا، ده لعيب ليه سي في كويس، اشتغل بشكل كويس في انديه ثانيه، فاكيد هو الراجل كان مسمع في حته كويسه او في حته ثانيه، فممكن هنا الكيميا مش ماشيه. طب اقول لك على حاجه، من ايام مثلا ما كنا في نادي فلافيو قعد سنه كامله ما جابش جول. ممكن لا بس هو في التمرين كان جامد
يعني فلافيو احنا كلنا. طب انت بتشوف سامسون في التمرين؟ ايه انت بتشوفه في التمرين؟ اه اكيد بيبقى هو كويس، بس هو المشكله محمد ايه؟ هو الموضوع بس انت عارف ممكن يكون في حته صبر شويه، لان برضو الراجل هقول لك على حاجه، هو ما خدش يعني ما خدش كم الماتشات اللي هو مثلا ايه تخليك ان انت تقدر يعني. انا بالنسبه لي كمحمد عبد الله اتفرج عليه، لا هو مش مقنع. ايوه بالظبط، مش مقنع ومش ده اللي يجي نادي الزمالك، بس ممكن يطلع حته من يعني يمشي من نادي الزمالك يروح حته ثانيه يصنع الفارق. صح، زي حاله حسام حسن ما كانت واقفه مع حسام مثلا في النادي الاهلي، النهارده حسام بيسجل، هي كيمياء. لا جاب جونين كمان يعني، هي كيمياء. والعكس يعني انت مثلا ايه في مهاجمين كانوا متالقين جدا، انا فاكر كابونجا كاسونجو مع الاتحاد كان مكسر الدنيا، ولتر بواليا كان مكسر الدنيا مع الجونه جه. اقول لك على السيسي كل ما يجي نادي الزمالك ما تحسش بيه، صح، يطلع بره في الاتحاد بيكسر اي حد، صح، في البنك الاهلي وشغال بشكل كويس، صح، يجي صح يرجع تاني نادي الزمالك ما لا تشوفوش. طيب انا فاضل لي 4 دقايق وعايز الحق بسرعه اخد رايكم على صفقات النادي الاهلي الجديده. الاهلي جاب خالد عبد الفتاح وجاب مروان وجاب كريستو من النجم الساحلي، شايف صفقات النادي الاهلي في يناير صفقات مثمره تفرق مع الفريق؟ هي صفقات كويسه يعني، لان خالد لعيب كويس، ولد صغير سنه كويس، بيلعب باك رايت وعنده حيويه يعني، حتى احنا اللي مطلعينه في نادي سموحه لما كنا ماسكين نادي سموحه، فهو لا لا لعيب كويس، بس مش هيبقى بديل كويس، مش هيلعب يعني، مش هيبقى اساسي. مش هيبقى اساسي؟ يعني محمد هاني برضو الفتره دي ماشي كويس قوي قوي، فانت برضو اصابه كريم واكرم فديت لازم يبقى عندك. طيب البديل مروان عطيه، مروان من اللعيبه الكويسه برضو، احنا يعني هو كان موجود لما احنا كنا في الاتحاد بس ما كانش بيلعب بصفه دايما. ليه؟ الحمد لله احنا اللي لعبناه وادينا له طول السنه، لعب سنه معانا سنه ونص، لعيب كويس قوي بيجري كتير. حد بيقول لي في الاير بي سي ان انت اتخانقت معاه قبل كده؟ لا 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 بيفتن عليك؟ لا لا ده ابني، ده حبيبي، لا مفيش مفيش حاجه كده بسيطه. لا ده حبيبي على فكره، مروان حبيبي ابني يعني، يعتبر ابني يعني. يعني بحبه جدا، بيجري كتير، من اللعيبه الكويسه، بس في الاخر انت برضه هيبقى بديل كويس، لان عندك السوليه دلوقتي في اعلى مستوى ليه، حمدي فتحي نفس القصه، ديانج، فهو الاربعه دولت ان شاء الله الفتره الجايه يشيلوا، لان انت البطولات طويلة جدا. اللاعب الثاني انا ما اتفرجتش عليه صراحه، 19 سنه يعني، انا ما اتفرجتش عليه وما شفتوش فيديوهات برضه هايل. في الاخر فيديوهات، احنا برضه في الاخر لا لا بس هو لا، ما هو برضه انت فيديوهات، بس ده فيديوهات نجم ساحلي يعني، اقصد نادي كبير، نادي كبير بالظبط. يعني برضه فاهم هنا والله تفرق. احنا لسه قايلين من دقيقتين ايه وبعدين برضه حكم على خالد عبد الفتاح ان هو مش هيلعب اساسي، مش هيلعب اساسي. طب ليه ده؟ قال لك على مروان عطيه كمان مش هيلعب اساسي. ليه؟ لا لان اللعيبه يعني معلش عبد الله، انت لما تيجي مثلا لعيب جاي ممكن ما تد... ما في لعيبه يعني ما تستحملش ضغط بالظبط. لا يعني هو خلي بالك مروان اللعيب الوحيد اللي ممكن عشان بيلعب في نادي الاتحاد ونادي جماهيري فممكن يستحمل. بص اقول لك على حاجه، الميزه في نادي الاهلي جاب احتياجاته. هو عارف هو محتاج ايه، عايز لعيب نص ملعب، جاب نص ملعب. عنده اصابتين ربنا يرجعهم بالسلامه، كان اكرم او كريم، خالد عبد الفتاح، فراح جاب خالد باك رايت، كان عايز جناح جاب كريستو، جاب كريستو وبيدور على مهاجم بالظبط، وبيدور على فروي. هو عارف احتياجاته فجابها. انما حته اللعب او من عدمه انت واجتهادك بالظبط كده. بس انا بكلمك كخالد عبد الفتاح، لا كواليتي لعيب كويس، مش كويس في سموحه، مع العلم ان في دروبات حصلت كتير في الفتره الاخيره لمحمد هاني، بدليل ان انت جبت لعيب نص ملعب لعبته باك رايت اللي هو صحيح، جبت كريم فؤاد ولعبته باك رايت على محمد هاني. طب ما ممكن خالد يجي يلعب، وهي خلاص ما منافسه شريفه، مين يلعب مين مين يقعد، دي بتاعت هم الاثنين، الافضل هيلعب. بس انا بكلمك انت خلي بالك، انت لما كنت جيت واسلام ولا كان بركات بيلعب، فانت جيت لعبت انت فاهم، بس في حاجات في مدير فني يقول لك ايه، لا انا النهارده اخر عبد الله، لا هلعب بقى كذا، لعب بركات، لعب بص اقول لك على حاجه، ما انا مش هجيبك من الدار للنار، انا مدرسه ثانيه وثقافه ثانيه وعقليه ثانيه. ممكن اجمع الرايين كده كده، مارسيل كولر واحد من المدربين بيعملوا تدوير كل شويه بالظبط، فكده كده كله هيلعب. انا بتكلم في هي النقطه اللي في الاخر عايزين نقولها، زي ما انا بتكلم ان عقليه نادي الاهلي وسيستم نادي الاهلي مختلف تماما عن سموحه، فوضع طبيعي. انا حتى كمدير فني انا لسه جايب لعيب ادام سوبر قوي ممكن ابدا بيه، صح، انما لسه راجل جاي من سموحه ما تاقلمش بشكل كويس، مش هديله هديله الجرعه واحده واحده، صح، لحد ما يخش جوه الاجواء، جوه اوضه اللبس، جوه يتعرف على اللعيبه بشكل كويس، ياخد على المنظومه بـ 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 باكملها بشكل كويس. هو الميزه يا كابتن حسن في الاول وفي الاخر دي بتاعته، هو اجتهد وخد مكانه خلاص. تكمله بقى لكلامك، هو الميزه يا كابتن حسن ان الثلاثه دول بقى اللي مختارهم مارسيل كولر، ان هو جه مع بدايه الموسم اللي فات كان اللعيبه هي اللي بتيجي، ما كانش اختار حد،
دلوقتي هو مختار ثلاثة، هو اللي شايفهم هو اللي مختارهم. أكيد أيوه، عشان لاعب سموحة وشاف خالد عامل إزاي، ولاعب الاتحاد وشاف مروان عامل إزاي. خالد يعتبر من أفضل الباكات في الدوري. صح يعني تمام، على فكرة أنا ما قلتش حاجة، بس في الآخر لما يكون عندي لعيب أساسي بيلعب وهيبقى كويس لما تبعد. أنا بص، حسام حسن ليه كنت من فترة بقول لازم يطلع عشان يلعب اللعب، موضوع اللعب يا دوبك لعب. أي لعيب ما بيلعبش، بص يا كريم، انا الحمد لله الواحد لعب فتره طويله ولعب شويه قد كده صغيرين، طول ما انت رجليك مش في الملعب وتيجي تلعب وتلاقي نفسك مثلا تهزيت، هتفضل مهزوز على طول. هتفضل ماشي طول ما انت ماشي مهزوز. اللعيب اللي ما بيلعبش اساسي في النادي بتاعه بيبقى مضغوط. مضغوط صح. فانت هل ترجع برضه اقول لك على حاجه، ترجع للمدير الفني. انا اروح، وانا رحت جبت حسام حسن بقى، وده مش هدف سموحه، وطلع الاهلي الليبي كسر الدنيا. صح. يعني انا جايب فيرو كويس. انا ما قلتش انت يا عبد الله، عبد الله مفيش لعيب هيجي الاهلي والزمالك مش كويس. احنا مش جوه انا بكلمك في حاجه كريم. لا حسن هو بيتكلم انه مش مضمون، احنا مش جوه المطبخ، احنا ما نعرفش الدنيا ماشيه ازاي. انما انا جايب لعيب اساسا ما انا شايفه طول الوقت، يا ما حدش يقدر الراجل بيجيب فيا. لا ما حدش يقدر يلومني، ما حدش يقول ان الصفقه دي صفقه فاشله. انا جبتها، انا بتكلم فيه تمام، ما فيش حاجه. انما حسام لو خد بشكل كويس وخد باستمراريه، حسام كان يفرق مع النادي الاهلي. طب يعني معنى كده اللي انا قلته، يعني اي لعيب مش هيلعب باستمراريه؟ انا بقول لك يعني في الاخر انت تقول اللي انا بقوله. ماشي يا حبيبي انا بكلمك، لا انا بكلمك في نقطه ثانيه خالص، ان انا بكلمك ايه، احنا جايبين لعيب احنا شايفينه عارفين. انا بقول لك لا، حته اللعب من عدمه دي بترجع للمدير. مفيش حد هيروح الاهلي او الزمالك ما يكونش الناس شايفاه. حته عدم اللعب دي من اللي بيحدد، غير اللعيب اللي بيجي مثلا بفيديوهات اللي هو اللعيبه المحترفه المدرب. تمام. فانا بقول لك ممكن في لعيبه كتير بتتظلم بسبب عقليات مدربين، ممكن انا طريقه لعبي مش مناسباك. صحيح. مع العلم ان الراجل ده مكسر الدنيا في سموحه ومكسر الدنيا في الاهلي، بس ما نفعتش معايا. صحيح. فانا اتظلمت بسبب مثلا ايه، سيستم لعب معين انا مش مقتنع، هي قناعات في الاول وفي الاخر. انا عايز اقول لكم حاجه، الحوار النهارده كان حلو قوي حبيبي. يعني عارف انت في حوارات كده بيبقى الواحد عمال يبص على الساعه، يا رب من الوقت ما يخلص، بس هي خلصت خلاص للاسف. يعني نورت يا كابتن محمد حبيبي، ربنا يخليك كريم، ربنا يعزك يا رب. انا مبسوط بيك وكابتن حسن، واشوفكم على خير يا رب. يخليك كابتن حسن، نورت كالعاده، انا بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا كيمو، انا مبسوط ان انا قاعد مع الكابتن عبد الله. حبيبي ابو علي، ربنا يعزك. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.